كان لابد ان احنا نكمل بقى موضوع الليبر كير ب الانترا بارتم فيتال مونيتورنج، وبالتحديد طبعا هتكلم على السي تي جي. والسي تي جي طبعا ده انتوا عارفين ده حاجه من اور ديل براكتس، ف موست امبورتنت ان احنا نبقى فاهمين هاو تو انتربريت سي تي جي is the main aim from this lecture. Why? Because failure of interpretation of the CTG is considered the first common cause of litigation in the UK. It is failure to interpret. And the second one is failure to react to the abnormal CTG. It is considered the second common cause of litigation in the UK. Take care, I will mention some important vocabulary to the single best answer and the AMQ questions related to the CPG as well. So first, maybe coming as a single best answer, what is the first cause of litigation related to the CPG in the UK? Due to failure to interpret CPG, the first common cause of litigation. Second one, failure to react to abnormal CTG is regarding to a single best answer. طيب زي ما قلت الايم بتاع المحاضره النهارده مش هخش كتير قوي في التفاصيل النظري، ولكن هحاول ان نحاول نشوف الانتربريتيشن according to the NICE guideline. طبعا في كلام كتير في الامريكان كوليدج، ولكن احنا ده ايه برضو يعني هنحاول ندي هنت عنه عشان لو في اي حد اشتغل في اي مستشفى بيشتغلوا بالامريكان بروتوكول. لكن احنا بالنسبه لنا كل المعلومات مصدرها النايس جايد لاين، ودي اللي هي الاسئله في الاجزاء بتبقى جايه من ايه؟ اكوردنج للنايس جايد لاين. اوكي؟ معايا يا شباب مصحصحين ولا لسه؟ الو؟ معاك يا دكتور. تمام. طبعا كلكم عارفين السي تي جي ده عباره عن تو ترانسدوسرز، وان فور يوتراين كونتراكشنز اند ذا اذرز فور فيتال هارت ريت. تمام. طيب هل احنا كل الحالات المفروض بنعمل لها سي تي جي في اليو كي، ولا ده في حالات معينه بنعمل لها سي تي جي يا دكتوره؟ يعني حالات معينة. تمام، يعني المفترض ان احنا في الحالات المعينة دي اللي هي الهاي ريسك، صح؟ تمام. يبقى اذا احنا عندنا اصل المونيتورنج ان احنا فيتال هارت وفيتال مونيتورنج تكنيكس ايذر باي اكوردنج تو ذا ريسك اوف ذا اوف ذا كونديشن، ايذر لو ريسك بريجنسي اور هاي ريسك بريجنسي. كومنلي في اللو ريسك بريجنسي احنا بنعمل فيتال مونيتورنج باي intermittent auscultation. تمام. ال continuous or electronic fetal monitoring ده only for high risk. تمام. طب ليه يعني ايه يعني طب ايه اللي افادنا او ايه اللي تفتكروا يعني السي تي جي ده افادنا بايه؟ يعني ايه الادفانتج اللي احنا خدناها من موضوع السي تي جي ده في الليبر؟ يعني define any abnormality بالفيتال هارت ريت. تمام. وبعدين what the significance، يعني هل في significant benefit للسي تي جي؟ خلينا يعني or advantages of CTG مثلا، ده سؤال معنى اوضح يعني. يعني انت قلت ده ممكن detect abnormalities، تمام، ايه كمان؟ So we can react depending about, يعني on each abnormality whether need cesarean or we can go ahead with vaginal delivery. تمام. يعني السؤال تاني، لو عند عيان لو ريسك no need for CTG. اوكي. طب what is the difference يعني if انا اشتغلت ب CTG هل يبقى في difference في النيتال اوتكم مثلا بالنسبه لي اللو ريسك بيشنت intermittent versus electronic fetal monitor؟ هو الانترا بارتم سي تي جي يعني كلامنا كله على انترا بارتم سي تي جي النهارده. No need for lower risk
اي انا بقول لو استخدمناه هل في ديفرنس، هل بيزود هيبقى الرقم مع الانترفينشن. تمام يعني برافو، يعني كده ما عندناش باللون ايفيدنس ان هو نعم يحسن النيتال اوت كام ولا حاجه. تمام، ده بالعكس ده بيعتبر one of the cause of increased rate of CS، صح؟ زود ريسك اوف سيزرين. طب ليه بقى بيزود ريسك اوف سيزرين؟ لان اني يعني اني ابنورماليتي وي كان رياكت تو ات. هاي هاي فولس بوزيتيف المفروض. برافو عليك، يبقى هو ليه هاي سنسيتيفيتي بات لو سبيسيفيسيتي. يعني ايه؟ يعني احنا لو عملناه وطلع السي تي جي نورمال ذس مينز ذات ذا بيبي از نورمال يس، بس اف مي بي ذا سي تي جي باثولوجيكال سي تي جي وتفتحي تلاقي العيل زي الفل. طب يبقى ايه ده هيزود الريت بقى بتاع السيزيريان. تمام برافو عليك، بيزود الريت اوف سيزيريان سكشن. تمام، وعشان كده احنا بنقول ان احنا المفترض ان احنا في الموضوع في الكير ما بنعتمدش ابدا على السي تي جي الون. هي دي بقى الرساله اللي احنا عايزين نقولها. يعني احنا ما بنعتمدش على السي تي جي الون فور ديسيجن ميكينج. لازم ان احنا بنعمل حاجه اسمها بنعمل حاجه اسمها اوفر اول امبريشن، اوفر اول اسيسمنت. Starting from the history of the patient, from the antenatal history, from the intrapartum event occurring during the intrapartum care. And then all of these criteria collected together to form decision making. يعني انا ما يعني مثلا في الاكزام جاب لكم سيناريو مثلا ومش اول ما بص بص على السيناريو، لا بص اقرا السيناريو كويس. يعني نقرا السيناريو كويس ونشوف ايه الريسك اللي موجود في السيناريو عشان نعمل اوفر اول امبريشن. يعني هي دي الفكره من الموضوع اللي يعني الايم تارجت من المحاضره النهارده، ان احنا ما بنعتمدش على سي تي جي الون. لازم ان احنا بنكولكت داتا من ضمنها بنشوف وير از ذا ريسك، ذا ريسك از بري تيرم بيبي، ذا ريسك بي بروم، ذا ريسك از سكوري امنيونايتس، ذا ريسك از بريفيوس سيزيريان سكشن تندر سكار. اوكي the risk it is case of antepartum hemorrhage preeclampsia. فلازم ان احنا بنشوف determine the risk اساسا وبعدين بنكولكت الداتا بتاعتنا. ثانيا بنشتغل طبعا لو السي تي جي طلع انا لسه هتكلم بقى على الحاجات بتاع السي تي جي according اللي احنا بنشوفه بنعمل يعني باثولوجيكال سي تي جي بنعمل مثلا بيتر سكاد بالكترون. لو في acceleration يبقى بعيد النظر تاني في الحاله، لو ما فيش اكسلريشن والبيز سي جي ستيل باثولوجي المفروض نعمل فيتا بلاد سامبلينج. المشكله ان في بعض الاماكن انا عارف ان في بعض الاماكن ما فيهاش فيتا بلاد سامبلينج بالنسبه لبلادنا، فهتلاقي اعتمادنا كله على السي تي جي، ولهذا برضه ممكن تلاقي الريت وتصير السكريت سبار. تمام؟ برضو قبل ما نخش في التفاصيل عندنا لازم نبقى فاهمين في السي تي جي ان عندنا حاجه اسمها سي تي جي فيتشرز وعندنا سي تي جي كاتيجورايزيشن. Anyone can know what's the difference between features and categorizations؟ يعني categorize it whether normal or reassuring or pathological. Suspicious. Suspicious, sorry. Yes. No. يبقى واحد يبقى فيتشرز يعني ايه فيتشرز؟ ايه الفيتشرز اللي احنا يعني ايه التأثير بتاع فيتشرز عبارة عن ايه وايه وايه؟ reassuring, non-reassuring, normal. Pathological. يبقى reassuring, non-reassuring, abnormal. Abnormal, ايه. تمام؟ دي اللي هي كلمة الفيتشرز اللي احنا المفروض بندور فيها في السي تي جي تريس، بشوف هل في عندي reassurance signs, non-reassurance, or abnormal. بناء على الفيتشرز دي احنا بنعمل categorization، صح؟ ايوه. وبناء على الكاتيجوري بنقول ايه في الكاتيجوريزيشن؟ عندنا كام نوع من الكاتيجوريزيشن في السي تي جي؟ النورمال والسسبيشيوس والباثولوجيكال. نورمال و السسبيشيوس والباثولوجيكال سي تي جي. ممتاز. ممتاز. هو ده يعني ده البيزك بتاعنا اللي لازم نبقى فاهمينه ان شاء الله. فبنقول ان سامرايز الفيتال موتورنج ان عندنا في الانترميتنت اكسبكتيشن قلنا والكونتينوس
الكترونيك مونوتون. عشان احنا ملخصين طبعا كلمه الدكتور سي بروفالي دي كلمه مشهوره جدا، ملخصه كل الايه الموضوع بتاع الاناليسيس او انتربريتيشن. فطبعا دكتور سي اللي هي ديترماين الريسك، دكتور يعني ديترماين الريسك، اول حاجه في الانتربريتيشن ان انا لازم اشوف الريسك فين، ايه الريسك اللي موجود، بعدين بشوف الكونتراكشنز. طب تفتكروا الكونتراكشن اللي انا بشوفها في السي تي جي بتديني امبريشن على الفريكونسي والسترينث وكده ولا فريكونسي اونلي؟ فريكونسي والديوريشن مش السترينث. امال هاو تو نو ذا سترينث؟ هي انا مش هتقول السترينث، هي بس هتعرفي لو هو تمام. طب لو انا عايز اعرف، لو انا عايز اعرف السترينث وات كان يو دو؟ How to measure the strength of the contraction? Intrauterine catheter. Excellent, excellent. Intrauterine catheter or palpation. Simply. Okay. But most accurate one is intrauterine catheter. تمام؟ طيب بعدين ال BR اللي هي ايه؟ Baseline rate. ال baseline rate. تمام؟ fetal طبعا. كام النورمال؟ 110 ل 160. تمام، والايه؟ acceleration. acceleration. What is the definition of acceleration? Increase in the fetal heart rate, but not more than 180. الacceleration يعني ايه؟ معلش. Increase the fetal heart rate. كام يعني؟ increase قد ايه؟ 15 15 وتقعد المفروض 15 دقيقة. أكتر من 15 دقيقة؟ 15 ثانية. أكتر من 15 ثانية، صح كده، تمام. يبقى هو more than 15 second from more than 15 beats for more than 15 second from the baseline. تمام؟ طيب يعني هل وجود الأكسلريشن دوت is essential عشان أقول ده الـ CTG is normal؟ لا. لا بس وجوده حاجة كويسة. And his absence؟ مش مشكلة. Provided that other features are normal. مفيش مشاكل أيوة. تمام تمام. طيب عكس الاكسلريشن ديسلريشن، يعني نفس الديفينيشن بس instead of increase is decrease، صح كده؟ وده طبعا ده الموست ديفيكالت بارت ان انتربريتيشن. What are the types of deceleration؟ early or late والvariable. Early and late and variable. Yes. How to differentiate? In relation to uterine contraction. Only? By it is relation to uterine contraction only or other things is important as well? And if there is, يعني, change in fetal heart rate. نشوف الديوريشن مثلا بتاعتها بتقعد قد ايه. لا هو يعني two important parameters to differentiate the types of deceleration. او احنا زي ما قلنا types عندنا early deceleration وعندنا late deceleration وعندنا variable deceleration. تمام؟ first of all, what is the most common type of deceleration during labor? Variable. برافو عليك، variable deceleration. So how to differentiate؟ زي ما حضرتك قلت بي relation to uterine contraction ده مهم، لكن الأهم منه في حاجة اللي احنا بنعرف الـ concept of deceleration is either gradual deceleration or abrupt deceleration. What is the meaning of gradual deceleration? Means from the onset of deceleration to the nadir is more than 30 seconds. If it is more than 30 seconds, that's one of two, either early deceleration or late deceleration. How to differentiate between early and late? So the next to look at the relation to uterine contraction. So if it is the deceleration is a mirror to the
You try contraction, it is an early deceleration, it is not a matter, due to head compression. If it is late to the uterine contraction, it is called the late deceleration, and it is risky and dangerous, and it is indicated for uteroplacental insufficiency. It's clear. Yes. If the onset is less than 30 seconds, it is variable deceleration. So there is no need to look at the uterine contraction at this time. It's very important. لان كل اللي بيحاول يعمل انتربريتيشن او بيشوف السي تي بيبص على الترين كونتراكشن بس تمام بص على الترين كونتراكشن كده مش هيقدر يحل الموضوع ويعمل انتربريتيشن صح لازم بنطالع في الاونست اللي هو ايزا جراديوال اور ابرابت ديسيلريشن جراديوال مينز مور ذان 30 سكند فروم ذا اونست اوف الترين اوف of deceleration to the nadir. هنشوف كله ان شاء الله في السلايدز ولكن انا بس بحاول اعمل اوفر فيو عشان نحط المين امبورتنت بوينت في خلالها بتكلم عن الحاجات اللي ممكن تيجي سنجل بيست انسر وحاجات تيجي اي ام كيو من خلال هذا البرزنتيشن ان شاء الله تمام فقلنا اكتر من 30 سكند يبقى في يبقى عندي early deceleration or late deceleration في الحاله دي لازم تبص على relation to uterine contraction لو سالت لاين ما بين اليوتراين كونتراكشن وبين النادير اوف ديسيلريشن از ان ايرلي ديسيلريشن از نوت ا ماتر سيدو هيد كومبريشن اف ات از نوت ريليتد اور ليد تو ذا يوتراين كونتراكشن يعني حصلت ديسيلريشن بعد الكونتراكشن يبقى ده ليد ديسيلريشن وده طبعا موستلي ديو تو يوترو بلاسنتال انسفيشنسي ديو تو انكوز بس از ابرابت ديكريز از ذن 30 سكند يبقى في الحاله دي هو ما فيش غير variable deceleration. So variable deceleration ما فيش داعي ان انا ابص على uterine contraction ليه؟ لان ال variable deceleration can occur at any time before contractions after contractions so it's not a matter. ان انا ابص على على ال uterine contraction. خلاص؟ احنا قلنا اوفر انترميديت اسكولتيشن قلنا في الحالات دي طبعا كوبي بيست من النايس جايد لاين ان احنا الاوفر انترميديت اسكولتيشن في الهارت تو وومن ات لو ريسك كومبليكيشنز ان استابليشد فيرست ستيج اوف هيم يوز ايزر البيلر او الدوبلر امتى بنعمل انترميديت اسكولتيشن immediately after contraction for at least 1 minute at least every 15 minutes and record it as a single rate. Record the acceleration and deceleration here. Palpate the maternal pulse hourly. النقاط دي مهمة على فكرة for single best answer. And more often if there is any concern to differentiate between the maternal and fetal heart. If there is rising single baseline fetal heart rate or B cell are suspected on intermittent auscultation, what is your actions and then I'm going to carry out it more frequently the intermittent auscultations for example after three consecutive contraction initially and thinking about the whole clinical picture including the womb the woman's position the woman's hydration strength and the frequency of contraction and maternal contraction. If rising baseline of this cell are confirmed further actions may include call for help Advise continuous CTG يعني هي العيان low risk ولكن عندي concern يعني الميد وايف بتتابع مع البيشنت وبتعمل intermittent auscultation الميد وايف حاسس بالintermittent auscultation في عندي بي سيل موجود ففي الحالة دي ان هي طبعا call for help ممكن advise طبعا for continuous CTG ولابد ان احنا طبعا involve البيشنت in each step يعني لازم احنا explain to the woman and her partner why it is needed Transfer the patient to obstetric lead care provided that it is safe and appropriate to do so. Healing begins about for continuous monitor. يعني don't over CTG when at home at low risk of complication in established rate. Advise CTG continuous if one or six. برضه ممكن بيجي حتى منه في single best answer. ان احنا بفهمين ايه الindications. Of continuous CTG monitor. عندي maternal pulse over 120.
on two occasions for 30 minutes apart. Hyperpyrexia, 38 or above. On single reading, or 37.5 or above in two occasions, 1 hour apart. Suspected chorioamnionitis or sepsis. Pain reported by the woman. يعني خايفين يكون ال from the brain normally associated with contractions. The presence of significant meconium. Significant meconium. لكن ما يقول لك stained meconium بس ده مش significant. تمام؟ يبقى presence of significant meconium one of the indications of continuous meconium. Fresh vaginal bleed. Severe hypertension. تمام؟ Severe hypertension, single reading of either systolic blood pressure of 160 or more, or diastolic of 110 or more, single. Hypertension, either systolic blood pressure of 140 or more, or diastolic blood pressure of 90 or more in two consecutive readings. يعني لو 160 110 خلاص كفايه one reading ده indication for continuous CPG monitor. Otherwise, محتاجين two consecutive reading 30 minutes apart. ويا جماعه لما نقرا الكلام الجمله كامله two consecutive reading taking 30 minutes apart. لانه دايما بيلعبوا في الارقام في الاكسل. تمام؟ طيب if reading more than two or two protein in urine analysis or single reading either raised systolic blood pressure or raised diastolic blood pressure confirm delay in the first or second stage of lab. Confirm delay. Suspected delay in established first stage and delay in second stage. Contractions. That last longer than 60 seconds, hypertonic, or more than 5 contractions, oxytocin use. طيب تفتكروا لما نعمل amniotomy ده indication for continuous CTG or not? Amniotomy. لما ادي oxytocin بس. يعني الاوكسيتوسن ده ليه كرايتيريا. اوكسيتوسن نيوز معناه ان العيانه دي لازم اديها لازم تبقى واخده جود انالجيزيا ولازم طبعا يبقى في كونتينوس سيتيشن. البوينتس دي كلها ممكن يجي منها حاجات سنجل بيست. ولما طبعا اصلا لما خلاص هنركب السي تي جي وات ايفر لابد ان احنا ان تو كونسيدر او ان تو اكونت البريفرنس اوف ذا بيشنت و هير ريبورت اوف هاو شي از فيلينج الريبورت اوف ذا بيبي موفمنت اسسمنت اوف ذا وول بينج اند بيهيفير كل ده يعني بقى احنا شايفينه لما خلاص ان احنا هنحط السي تي جي. طيب وال طبعا ايه الفيتال سكالبل ستيميليشن دي حاجه جديده بقى ان احنا كنا الاول بنقول لو السي تي جي باثولوجي نخش على طول كده بس لا دلوقتي لازم نعمل حاجه اسمها ديجيتال او فيتال سكالب ستيميليشن ونشوف الريسبونس في الفيتال سكالب ستيميليشن في اكسلريشن حصل معاه ولا لا. لو حصل اكسلريشن انا هحاول بقى اراجع تاني الكيس واشوف السي تي جي تاني ممكن ده معناه ان جود ساين اشورنج ساين. لكن لو نو اكسلريشن اور نو ريسبونس في الفيتال سكالب ستيميليشن سو جو ثرو تو ذا فيتال باكس. Another important point for the exam as well, اللي هو ال كليجال بوينت هي كسنجل بيست انسر. طب احنا عملنا السي تي جي نحتفظ بالسي تي جي تريس. طبعا دلوقتي في الكترونيك وبنحتفظ بيه الكترونيك. لكن السؤال بيجي احنا ممكن نحتفظ بيه لمده قد ايه؟ المفترض up to 25 years. تمام؟ ده في النورمال او في الحالات اللي هي ما فيهاش ريسك ادفيرس افكت ل يعني لو البيبي عنده ادفيرس اوت كام في كونجيتال انومال في وات ايفر حاجه ادفيرس ممكن تقعد مع البيبي ده فتره كبيره فده ان احنا ممكن نحتفظ بالسي تي جي انديفينيتلي. يجي في النص كده في الاكزام يعني يقول لك والله دي حاله وفي متوقعين اكسبيرينس ديفلوبمنتال ديلي للبيبي فنحتفظ بالسي تي جي فور وات ويعطيك ارقام 5 years 25 years 30 years. طبعا الاجابه تبقى indefinite. دي الاجابه اللي احنا هنختارها في الاكزام. وبما يبقى في adverse
تمام، يبقى دي مهم جدا ان انا افهم النقطه دي. يبقى انا عندي رقمين هنا 25 سنه كيب السي تي جي 3 اف بوسيبل، ده في الحالات اللي هي ما فيهاش يعني سسبكشن اوف ديلي اوف ديفلوبمنتال ديلي اور ادفيرس فيتال اوت كومز. لكن فور اني كيس اكسبيرينس ديفلوبمنتال ديلي اند بوسيبل ادفيرس اوت كوم، فاحنا keep the CTG trace indefinite. تمام يا شباب معايا؟ okay. ايوه زي ما قلنا ان CTG ده يعني introduced في سنه 1960، والجول طبعا تو امبروف النيوتن اوت كام، لكن حقيقه ان فولفيلد ديسبايت وايد سبريس يوز ان ستريس وان هاي سنسيتيفيتي، يعني كانت نورمال سي تي جي معناه جود اوت كام فعلا، لكن لوز سبيسيفيتي ان احنا ممكن يبقى باثولوجي سي تي جي باثولوجي ولكن نوت بريدكتيف اوف بور اوت. تمام، دي ايه المين ادفانتج او الميزه اللي احنا ليها ايفيدنس من استخدام السي تي جي، وده برضو another questions for single best answer. في حاجه بقى في evidence ان احنا لما بنعمل continuous repeated model ده بيحسن شيء معين كده later on. مين عارف يا شباب؟ يعني نيونات ايوه يعني outcome of the baby yes، مش يعني اللي هو later on في child childhood في childhood ان وجدوا بوز ايفيدنس انه ان بيقلل النيونيتال سيزرز، بس دي اللي هي ويز ايفيدنس. لكن عدا هذا كل ما فيش اي ديفرنس بين الانترميديت اوسكلتيشن بين السي تي جي، ده كمان يقول السي تي جي بيزود الريسك بتاع ايه؟ بتاع الريسك اوف سيريال سيكشن. تمام، يعني ده ايفيدنس اهو عمل على سام راندمايز ترايلز نو ديفرنس في 1 مينت ابر سكول، نو ديفرنس، نو ديفرنس ان نيكو ادميشن، ده بالعكس بنزود الريت اوف سيريال سيكشن. وعندنا طبعا نمبر ليد تو هارم، اكيد فاهمين الكلام ده يعني من الاحسن مع عبد الرحمن احسن مني. Increase the risk بتاع الاوبرتيف فاجنال دليفري، decrease in the neonatal، دي بس الوحيده اللي هي with evidence او with benefit اللي احنا استفدناها من السي تي جي. تمام؟ طب حد يقول طب ما بلاش نستخدم السي تي جي؟ لا طبعا، زي ما بقول لك ان هو لما يبقى نورمال خلاص ده البيبي نورمال، يعني انا لو العيان ريسك وعملنا السي تي جي يوسج نورمال خلاص انا بطمن ده نورمال. الفكره ان احنا how to interpret probably و how to react to abnormal CTG by the according to the protocol of management. ما اعتمدش عليه لوحده زي ما اتفقنا، انا عندي باخد الحاله كلها اوفر اول وبعمل اوفر اول امبريشن، وطبعا في فيتا سكاب اند فيتا بات سامبل، ده كله مع بعض بنؤكد ان ده فعلا CTG باثولوجي. لكن لو ما عنديش اي حاجه من الكلام ده كله وانا عندي بس قول لي سي تي جي وليك سي تي باثولوجي، عشان بس ما حدش يفهم الكلام بتاعنا مش مظبوط، لان احنا يعني احنا هنا عندنا في السعوديه مثلا في اماكن برضه الكلام فيس في تقدر تسبب وبنعتمد على السي تي جي بس. طبعا لو السي تي جي باثولوجي بعمل انترفنشن على طول طبعا، لان لو ما عملتش كده انت تدان انت بقى، لو حصل مشكله فعلا البيبي دوت اتولد فيه مشكله والسي تي جي باثولوجيكال سي تي جي وانت ما عملتش اكشن فاكيد تبقى مدان طبعا. لكن احنا بنتكلم على في اليو كي كل حاجه طبعا موجوده، واحنا اجابتنا تبقى اكوردنج جايد لاين مش اكوردنج للشغل بتاعنا. تمام؟ قلنا دي الماشين زي ما اتفقنا عباره عن تو الكترود، ماشي حاجه سهله. اهم نقطه بقى احنا قبل ما نيجي
نحاول نشوف نعمل انتجريت السي تي جي، نبقى فاهمين ان حته البيبر سبيد دي يا جماعه. ايه البيبر سبيد دي؟ احنا عندنا السي تي جي ده عباره عن ورق كده، الورق ده متقسم لمربعات، تمام؟ الورق متقسم لمربعات. بالنسبه لي في اليو كي، في اليو كي تلاقي الورقه كده مقسومه ل اللارج سكوير ده كده مقسوم لتو سكويرز. يبقى انا عندي في حاجه اسمها في هوريزونتال وفي فيرتيكال، تمام كده؟ الهوريزونتال ده بيبين السبيد، السبيد بالنسبه لليو كي بيشتغلوا 1 سي ام بير مينيت، يعني المربع الكبير ده بيتاخد في دقيقه 1 مينيت، يبقى نصه كام؟ يبقى 30 ثانيه. ده 30 ثانيه وده 30 ثانيه. في امريكا بيشتغلوا ازاي؟ ان هو المربع ده بدل ما هو شوف ده كده ريسيا، برافو عليك. بس ده الفرق الوحيد بيننا وبينهم، مش اكتر من كده. وكل حاجه زي سيم تقريبا يعني. لكن انتوا اللي هتشوفوه في الاكزام اللي هو 1 سي ام بير مينيت، ده اللي هو موستري اللي شغالين بيه في اليوم. طب وده هيفرق معانا طبعا، مهم جدا جدا يبقى فاهمين الكلام. يبقى هوريزونتال 1 سي ام بير مينيت، يبقى انا عندي السمول سكوير 30 سكندز، يبقى الدور كلهم 1 مينيت، ده بالنسبه للهوريزونتال. طب فيرتيكال، الفيرتيكال ده اكوردنج بقى للقرايه اللي انت هتشوفها قدامك. يعني مثلا ممكن تلاقي مكتوب مثلا 60، مكتوب بعد كده مثلا 70، بعدها 80، بعدها 90، يبقى خلاص بكل بساطه يبقى اذا المسافه من هنا لهنا من 60 ل 70، يبقى دي بتمثل 10 بيت بير مينت، دي الفيتال هارت ريت بتاع البيبي. يبقى 10 بيت بير مينت، يبقى كل الفيرتيكال لاين ده في السمول سكوير بيمثل لي كام؟ 10 اور 5 اكوردنج تو ذا ريدنج قدامي. طب ده يفيدني بايه؟ مهم جدا. انا بقول لك لسه بنقول يعني ايه اكسلريشن؟ يعني ايه اكسلريشن؟ لو مثلا ساي ان انا هقول مثلا دي 10 اهو، تمام؟ يبقى لو انا لقيت ان الفيتال هارت ريت طلع بهذا المنظر كده لحد هنا كده مثلا، يبقى كده عدينا قد ايه يا شباب؟ يبقى كده 10 و5 و15، يبقى مور ذان 15 بيت. طيب وخدنا قد ايه؟ شوف كل ده انا عندي 30 ثانيه اهو، عدينا سمول سكوير برضو بالنسبه للترانزفيرس، يبقى كده فعلا اكتر من 15 بيت فور مور ذان 15 سكند اور مور. يبقى ده كده ده فعلا ده اكسلريشن، يبقى ده الاكسلريشن. يبقى عرفت انا بالبيبر سبيد هوريزونتال اند فيرتيكال، عرفت احدد ده فعلا اكسلريشن ولا مش اكسلريشن. بنفس النظام هقول في ديسلريشن اور نو، وزي ما انا قلت ان انا ببص على الديسلريشن ده اشوف الاونست بدا منين وادي النادير بتاع الديسلريشن، خد قد ايه من ساعه ما بدا، خد مثلا مربع اكبر من مربع صغير يبقى خد اكتر من 30 ثانيه، يبقى ده حاجه من الاثنين. الديسلريشن ده يا اما ايرلي ديسلريشن يا اما ليت ديسل. خلاص في الحاله دي لازم ابص على الكونتراكشن، هل هو ماشي مع الكونتراكشن ميرور، مع الكونتراكشن مع الماتيريال كونتراكشن ميرور لايك، يبقى ده ايرلي ديسلريشن. ليت يبقى ده ليت ديسلريشن. ده هيت كومبريشن از نوت ا ماتر ذا فيسيولوجيكال وان نو بروبلم، بات ليت يو تو يوترو بلاسنتال انسبشن. لقيت الاونست بدا يبقى لا ده ابرابت وذرول، يعني خد اقل من الايه؟ من ال 30 سكند، تمام؟ يبقى مش مهم ان انا ابص على اليوتري كونتراكشن، ده معناه فاريبل. يعني ليه؟ لان ممكن يجي قبل كونتراكشن، ويز كونتراكشن، افتر كونتراكشن، وات ايفر. وده الموست كومن تايب اوف ديس. دي من اهم النقاط وانا بعمل انتربريتيشن. مور ايزي ان انت في الاكزام بتبص تشوف والله انا عندي هنا اهو، هنا 60 ادي 80، شوف يبقى هنا كام عاملين، يبقى 65 70 75، يبقى هنا عاملين كل سمول سكوير باي 5 مينتس، كل سمول سكوير باي 5 مينتس.
تمام، يبقى ده ال 1 سي ام اللي بتاعنا ده في بتاع اليو كي، خلينا هنا، فهتلاقي بهذا المنظر. يبقى انا عندي هوريزونتال وعندي فيرتيكال. السمول سكوير زي ما اتفقنا هنا ب 1 سي ام بير مينت، ذس مين ذات اف لارج سكوير تيك اباوت 1 مينت، سمول سكوير 30 سكند. فيرتيكال اكوردنج تو ذا ريدنج، ممكن تلاقي ريدنج مكتوبه ان انت هتلاقي كل سمول سكوير مثلا 5 فيت 10 بيتس، فتتحدده فروم ذا ستارت عشان تبقى عارف ان احنا ده في اكسلريشن ولا لا، في ديسلريشن فعلا، كل في ذا كريتيريا اور نوت، ذا فاريابيلتي. يبقى احنا بنحسب الفاريابيلتي هنقولها دلوقتي برضه اكوردنج ليه، نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده، ان انا بشوف ال 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 اخد اي مكان فيه ما فيهوش اكسلريشن او ما فيهوش ديسلريشن، وبشوف الفرق بين الابر 1 ابر واللور موست اوف ذا كونتراكشن، الفرق بين واحد سيبه ده قد ايه؟ بنفس الكلام. هات 2 سكوير، طب ما انا عندي مثلا 2 سمول سكوير، ما انا سمول سكوير باي 5 مثلا، يبقى 5 زي 5 10، يبقى ده كده نورمال. ما احنا عارفين النورمال فاريابيلتي من 5 ل 25. طب 5 ل 25 عرفناها ازاي؟ عرفناها بالكلام. واضح يا شباب؟ يعني يا ريت اي نقطه مش واضحه نتكلم فيها، لاني I hope that at the end of this lecture everybody can interpret CTG easily. No problem. أي نقطة مش واضحة نعيدها تاني وتالت ورابع. مهم جدا الكلام، لأن في الإكزام زي ما قلت لكم ده حوالي سؤالين ثلاثة مثلا بيبقوا سنجل بيست أنسر، على في الـ EMQ خمس ست سبع أسئلة أحيانا بيبقوا موجودين وكلهم فيهم CTG. In addition to part 3. بارت 3 في ستيشن طبعا بتيجي او تو ستيشنز على السي تي جي، وان اوف ذيم تيتشنج ستيشن. يعني ايه تيتشنج؟ ان انت هتقول كل اللي احنا بنقوله ده بتقوله في 10 مينتس في تيتشنج ستيشن. يعني يجي لك مثلا اس تي 2 اس تي 1 ويجي لك تريز زي كده ويقول لك ده عايز ياخد معلومات مور اباوت ذا سي تي جي. فانت بتتكلم عن السي تي جي وبتتكلم في كل حاجه في السي تي جي، يعني بتغطي الفايف دومينز في التيتشنج. الفايف دومينز اللي هم كوميونيكيشن وذ كوليج، او اللي هو يعني مش هعتبره بيشنت بقى، كوميونيكيشن مع الكوليج، ابلايد نولج، بيشنت سيفتي، تمام، اللي بتغطي كل الدومينز. بمناسبه البيشنت سيفتي طبعا مهم جدا قبل ما تعمل اي انتربريتيشن للسي تي جي، ان انت بتشوف الايدنتيتي بتاع العيان ده، البيشنت نيم فعلا السي تي جي بتاع العيان ده ولا لا، البيشنت نيم، الاي بي، ال NHS number، كل ده لازم طبعا انا بشوفه فعلا ده belong to this patient or not. ده ممكن بقى تمسك سي تي بتاع حد تاني، فده لازم ضمن ايه السيرش. بتقول بقى كل information gathering، ان انت بتقول ايه ان انا بحدد الريسك فعلا عن طريق ان انا باخد history وبنعرف، او revision of the note of the patient، بتراجع النوتس بتاع العيان، بنشوف اذا كان في اي ريسك سواء انتي بارتم او انترا بارتم، indication for continuous. يبقى ممكن تيجي تيتشنج ستيشن 1 ستيشن، هازر ستيشن بتيجي في عيانه مثلا في الليبر وعملنا لها كونتينوس سي تي جي، والسي تي جي طلع باثولوجيكال سي تي جي، والعيانه مثلا فولو دايليتد و بلس 2 فور اكزامبل. ف هاو تو كاونت البيشنت اباوت the how to exhibit delivery, so this patient is candidate for an instrumental delivery. فلما بتفهمها ان ده سي تي جي باثولوجي وليه باثولوجي، فلازم نبقى فاهمين النقاط دي. السي تي جي بقولها مهم جدا، بارت 1 بارت 2 بارت 3. بارت 1 طبعا هم يعني كفايه المعلومات اللي احنا قلناها لهم في الكلينيكال مانجمنت، مش هيبقى طبعا بالتفاصيل زي بارت 2. اتفضل يا دكتور. ممكن حضرتك بس تقول ازاي اعرف الديسيليريشن أكتر من 30 ثانية أو أقل من 30 ثانية؟ هي على المربع الصغير اللي تحت يعني هوريزونتال؟ أوكي، كله هيتقال إن شاء الله. أنا بقول لك الديسلريشن والأكسلريشن، إحنا في الأول يعني ناخدها واحدة واحدة. بنقول إن عندنا الأول حاجة ببص على البيبر سبيد. بالنسبة في اليو كي شغالين 1 سي ام بير مينيت. يعني إيه 1 سي ام بير مينيت؟ يعني السرعة بتاعت الرسم التخطيط اللي بيطلع قدامنا دوت، تمام. بالنسبه ليو كي انه ناس بخله جدا انجليز، مش عايزين يستعملوا ورق كتير، فبيشتغلوا 1 سي ام بير 1 بير مينت، عشان ده بيختصر الورق،
بعكس في امريكا بتلاقي 3 سنتي بيت البيبر از بيت 3 سي ام بمن. شوف قد ايه. فده ميزته بقى انه بيز انتربريتيشن، لكن بيستعمل ورق كتير، بس ده الفرق بين الاثنين. طب ده معناه ايه؟ بيقول ان المربع الكبير ده هو اي مربع كبير بيتقسم لمربعين صغيرين. المربع الكبير ده بياخد 1 مينيت، يبقى اذا نصه بيبقى 30 ثانيه. خلاص. طيب الفيرتيكال ده حسب الريدنج اللي هي قدام حضرتك. ممكن تلاقي في سي تي جي مكتوب ريدنج زي كده مثلا، ده 60 و80 لو قسمت شفت المربعات ده، يبقى كل مربع صغير ب 5 مينيت، 5 بيت بير مينيت. ان الارقام دي بتمثل فيتا الهارت بيت. بناء على ده، على الارقام دي انا بحسب البيز لاين فيتا الهارت، بشوف البيز لاين كام، 120 130 140 160 وات ايفر بقى، تمام. وبحسب اشوف اكسلريشن قد ايه والديشن قد ايه بناء على معرفتي بالارقام دي، ماشي. فلما الاقي مثلا اكسلريشن يعني في انكريز للفيتال هارت ريت، طب انكريز ده قد ايه؟ عشان اقول اكسلريشن معناه ان الفيتال هارت اكتر من 15 بيت فور مور ذان 15 سكند. طب خد اكتر من ثانيه يعني ايه؟ ما انا عندي يبقى الديوريشن بتاعتي والاسندنج لفوق، اسندنج طالع كام مربع صغير؟ 3 مربعات صغيرين مثلا، والمربع بخمسه، يبقى فعلا 15. طب خد الترانزفيرس قد ايه؟ عدينا ال 15 سكند ولا لا؟ عديناهم. خد مربع صغير كله كام؟ خد 2 سكويرز، يبقى كده ايه؟ فول الكرايتيريا. نفس الكلام الدي سيل، الدي سيل هيبقى ديكريز. ديكريز كام برضو؟ 15 اور مور ذان 15 بيت فور مور ذان 15 سكند. الديسيلريشن ده منه انواع، احنا قلنا في ايرلي ديسيلريشن وليت ديسيلريشن وفاريبل. انا كيف ان انا بقيم ديسيلريشن؟ الديسيلريشن بنقيمها باي تو بارامتر. فيرست اوف اول ذا اونست اوف دي سيل، ذا اونست ايز ا جراديوال اونست اور ابرابت اونست. جراديوال اونست مينز فروم ذا ستارت اوف ديسيلريشن تو ذا نادير خد قد ايه؟ مور ذان 30 سكند. It is an gradual descent. يعني ايه خد؟ يعني خد اكتر مثلا من مربع صغير. احنا ماشيين 1 سي ام بير مينت، تمام؟ خد اكتر من مربع صغير يبقى كده فول الكرايتيريا، يبقى ده فعلا ده ايزر ايرلي ديسيلريشن اور ليت ديسيلريشن، انه جراديوال ديسيلريشن. في الحاله دي اطالع على اليوترين كونتراكشن. ايه علاقه الديسيل دي باليوترين كونتراكشن؟ هل هي ماشيه مع اليوترين كونتراكشن بالظبط؟ يعني بدات معاها وانتهت معاها، يبقى ده ميرور، عامله زي المرايه بالظبط، ميرور تو اليوترين كونتراكشن از ان ايرلي ديسيلريشن. ونبقى فاهمين يعني ايه ايرلي ديسيلريشن، سبب هيت كومبريشن اند ات از ان فيسيولوجيكال وان فيسيولوجيكال رياكشن. لا ده احنا لقينا بقى ان البي سيل بدا بعد اليوترين كونتراكشن، لا ده اسمه ليت ديسيلريشن، وده ريسكي لان سببه يوترو بلاسنتال كونسبشن. لو هو ابرابت بقى، ابرابت دي سيل يعني خد اقل من 30 سكند، يبقى في الحاله دي مفيش مهم ان اطلع في تراك كونتراكشن. ليه؟ لان دي تبقى فاريبل ديسيبريشن. يعني ايه فاريبل؟ يعني فاريبل ان شيب، فاريبل ان كونسبت، ممكن تيجي قبل كونتراكشن، ويز كونتراكشن، بيفور كونتراكشن، دي نقطه مطر. دي فاريبل ودي الموست كومن وان. كله هيتضح مع الرسومات اللي جايه، انا بشرح كل واحده من دول بالتفصيل، بس احنا ما دام بنتكلم في ايه؟ ندي ايه الاوفر فلو الاول، خلاص؟ يعني سمول سكوير ميكرو في ثانيه، فيرتيكال 5 او 10 بيت بير مينت، تمام؟ دي برضو مهمه، ممكن يبقى في بعض الارقام مهمه، دمت اوفر قلنا سي تي سي تو من اتلو ريسك، اوكي قلناها over intermediate expectation، ده احنا قلناهم دول. طيب نخش على دي اللي احنا قلنا دي اختصاصية الدكتور سي براكادو، determine risk contraction baseline variability acceleration deceleration and overall assessment. يعني كل واحده من الايتم دول وهنتكلم عنها و how to interpret and how to analyze. احنا قلنا determine الريسك، يعني عندنا في لو ريسك وعندنا هاي ريسك، خلاص
قلنا امسيه الدروس كتيره جدا، ما عنديش ريسك، ما فيش هيد هيموز، ما خدناش اكسيتوشن، ما عملناش اندكشن اوف ليبر، العيار النوب انت، ما فيش بليدنج، كل الريسك اللي احنا قلناها اكسكلودد، يبقى انا بحدد في النهايه ده هو لو ريسك ولا هاي ريسك فروم ذا ستارت. ماشي. طيب ايه برضه بعد الديفينيشنز المهمه؟ يعني احنا اول حاجه بالنسبه للترايل كونتراكشن. طيب انا عندي المفترض النورمال كونتراكشن كام يا شباب؟ 10 مينتس. من 3 ل 5. برافو عليك، من 3 ل 5. حلو قوي. طب لما الاقي اكتر من 5 كونتراكشنز في 10 مينتس؟ تيك هايبر ستيميوليشن. يبقى اسال نفس السؤال، هل ال 5 كونتراكشن دول معاهم تشينج في الهارت ريت اور نوت؟ خلاص؟ لو معاهم تشينج في الهارت ريت يبقى ده بيسموه تاكي سيستم. بيسموها ايضا يوتراين هايبر ستيميوليشن، سوري. خلاص؟ لو معاها تشينج يبقى البريزنس اوف 5 اور مور، لقيت 5 اور مور كونتراكشن في 10 مينتس. الخطوه اللي بعديها مجرد ان ابص هل معاه تشينجز في الفيتا هارت ريت ولا لا. معاه تشينجز في الفيتا هارت ريت يبقى ده اسمه تراين هايبر ستيميوليشن، ما معهوش يبقى ده تاكي سيستم. خلاص. طيب التراين اللي هنا، التراين كونتراكشن بياخد مور ذان 1 مينت، تمام، يبقى ده ممكن يبقى حاجه اسمها الهايبر تونيا او تراين هايبر تونس. يعني دي نوت يوزد كومنلي، لكن اوكي ما دام موجوده في الجايد لاين يبقى احنا فاهمين الديفينيشنز بس، ودي برده مهمه جدا حتى البارت 1 كبيزك انفورميشن. يبقى التاك هيستوري معناه اكتر من 5 5 كوتاش اور مور ان 10 مينتس، تمام. والله بص، هل معايا مشاكل في الهارت ريت ولا الهارت ريت نورمال؟ نورمال تاك هيستوري. والله ده بيبقى سببه ايه بقى؟ اسباب كتيره جدا. هل العيانه فيفرج مثلا؟ هل في انفكشن؟ هل انا واخده ميديكيشنز معينه هي اللي عملت لها هذا يعني سببت هذا الكلام للبيبي ولا لا؟ تمام؟ لكن لو معاها تشينجز في الفيتال هارت، لا ده هايبر استوبريشن، ده ممكن جدا سببه انا مثلا عملت اندكشن اوف ليبر العيانه في اي ميديكيشن بتاخدها تاني فعملت هذا الموضوع، يبقى لازم اعمل ستوب للانفيوجن اللي شغالين دي. تمام؟ تاخد اوكسيتوسين مثلا. فلازم ان احنا نبقى فاهمين يعني ايه تاكيسيستول ويعني ايه هايبر ستيميوليشن كديفينيشن، برضه ممكن يبقى موضوع سؤال في السنجل بيست انسر. الكونتراكت زي ما اتفقنا ان احنا المونيتورنج بالبيشن اكستنج ترانسيوزر اور انترا تراين. دكتور سرت لو سمحت، هو تشينج في الهارت ريت ان هو يبقى تاكي كارديا صح؟ ولا اي تشينج؟ لا ما احنا انا بقول لك ده احنا بنتكلم في اليوتراين كونتراكشن. تمام؟ بقول لك لو انت المفروض اليوتراين كونتراكشن ببص عليه المفروض مثلا من 3 ل 5 كونتراكشنز بير مينت في 10 مينت. طب لقيت اكتر من 5 كونتراكشنز يبقى بطالع بقى فوق في الفيتال هارت. ما انا عندي ايوه اللي تشينج اللي فيه اللي هو يبقى ان هو نسميه هايبر ستيميشن يكون تاكي ولا يكون ديسيليريشن؟ يكون اي تشينج بقى يعني اي تشينج في ديسيليريشن اي تشينج اب نورمال؟ اي اب نورمال في ديسيليريشن في ديكريز فاريابيلتي، ده معناه ان البيبي داخل على ستريس. تمام. فبالنسبة ليه اللي قلنا المونيتور الكونتراكشن، احنا في السي تي جي قلنا بيبين لنا الفريكونسي، لكن السترينث والكلام ده طبعا بالاذر مونيتور بالبيشن اور انتروتراين انتروتراين بريشر ايه؟ انتروتراين بريشر كاست. خلاص؟ السترينث اقل من مايلد ومودريت وسترونج طبعا، ده احنا لسه قلناه لو اكتر من 60 ثانية سترونج يبقى دي معناها هايبر تونس، هايبر تونس. تمام؟ قلنا ده الجوريزم جميل جدا برضه، ده من الامريكان جايد لاينز يعني، بس عجبني فقلت اقوله لكم معانا، ان احنا لما بنمانج التاكس هيستوري ان انت بتشوف هل العيانه دي سبونتينوس ليبر اور اندكشن اور اوجمنتيشن. لو العيانه ان سبونتينوس ليبر زي ما اتفقنا بطالع في السي تي جي، هل هو كاتيجوري 1 يعني نورمال سي تي جي ولا لا؟ لو نورمال سي تي جي خلاص نو انترفنشن، ما احنا قلنا يعني ده ما فيهوش اي مشاكل، يعني ما فيش اي انترفنشن مطلوب لان الفيتال هارت ريت نورمال. طب لو الفيتال لو ليه بقى اي اب نورماليتيز في الفيتال هارت ريت، يعني بقى سسبيشس سي تي جي اور باثولوجيكال سي تي جي، يبقى انا محتاجين نعمل حاجه اسمها انتروتراين ريسبكتيف ميجر. اف نو ريزوليوشن يبقى انا كونسيدر تو كولسيس،
والتوكوليز المسموح به بالنسبه لنا او الموست كومن يستخدم التوربوتالين سب كوتينوس 4.25. اوكي؟ طيب انذر ارب لو الترايل ستيموليشن ده نتيجه انا بقى عملت حاجه بقى بعمل اندكشن وبعمل اوجمنتيشن تمام؟ والله بشوف لو عملت لقيت برضه نفس الكلام الفيتال هارت ريت نورمال كل اللي بعمله اقل شويه التوز بتاع الانفيوجن بتاع اليوتروتون. لقيت لا ده في بقى ابنورمال في سسبيشس اور ابنورمال يبقى هنا الافضل ان انا ستوب يعني هنا مش ديكريز يعني ستوب اليوتروتون. وممكن ابدا باقل شويه واشوف والله قللت شويه ولقيت لسه ما زال يبقى افضل ان انا اعمل ستوب لليوتروتون واعمل ريسيف ميجر نيوروديليوجن كونسيدر تو بولس. يعني دي الجريزم جميل بيوضح لنا احنا ازاي بنشتغل. اول حاجه بقى بنشوفها بقى البيزل هارت ريت. البيزل هارت ازاي انا احسب البيزل ريت اوف ذا فيتال هارت. لو احنا عارفين النورمال النورمال بتاعنا 110 ل 160 دي يعني شوف ممكن جدا السؤال يجي لك بمنتهى البساطه كده وخاصه اللي بارت 1. يبقى النورمال فيتال هارت ريت 110 to 160 بيت. وبنحسبه البيز لاين كيلو. يعني ايه بيز لاين وزن 10 مينت ويندو؟ يعني ايه بيز لاين؟ بختار اريا ما فيهاش كونتراكشنز يعني اريا زي كده مثلا ما فيهاش كونتراكشن ادي ما فيش كونتراكشن تمام ودول 10 مينت ادي 10 مينت لو انت حسبتهم هتلاقوا 10 مينت بالظبط 10 مينت. بشوف اريا ما فيهاش كونتراكشن وبطلع فوق بشوف البيز لاين ماشي ازاي. يعني لو خدت لاين بهذا المنظر كده اللي هنا ده اللاين بتاعنا اهو من هنا كده وامشي باللاين ده كده فانا ما فيش المسطره امشي باللاين ما يبقاش اعوج يعني بخط كده ده البيز لاين بتاعي. يبقى انا عرفت البيز لاين ازاي؟ ان انا شفت اريا بختار اريا ان بتوين الكونتراكشنز وبطلع قصادها واشوف البيز لاين قد ايه. يعني ممكن اول اشوف اول 2 مينتس واشوف اخر لو انا مش اللي في مثلا يعني بروبلم مش قادر احدد بشوف اول 2 مينتس هنا و2 مينتس هنا واخد الافرج بينهم او بشوف الاريا اللي هي ان بتوين كونتراكشنز واشوف قصادها قد ايه في الهارد واعمل زي بيز لاين كده وبحدد البيز لاين. بحدده ازاي؟ بناء على الارقام دي. انا عندي هنا ده كام رقم 60 80 يبقى هنا 60 65 هنا 60 70 يبقى كل مربع صغير ب 10 بيت بير مينت يبقى 60 80 100 120 يعني هتلاقي مثلا about 130 الايه البيز لاين اور 120 about 120 بالظبط. يعني لو هتلاقي بالمنظر كده هتلاقي ده 120 بيت بير مينت. يبقى ده ازاي انا بحدد بالظبط البيز لاين في كلمه عربي. بناخد بيز لاين بهذا المنظر. طب خدناها ازاي؟ ان انا بشوف احسن مكان في اللي هو الاريا اللي ما فيهاش كونتراكشن. ديفنتلي قصاد الكونتراكشن يبقى في اكسلريشن مع الكونتراكشن تمام. فانا لو خدت الاريا اللي هي ما فيهاش كونتراكشن هتبقى اوقع وادق في الميجرمنت بتاع البيز لاين تمام. يبقى عرفنا ازاي هاو تو ميجر البيز لاين. ده اسهل حاجه فيهم. النورمال زي ما اتفقنا من 110 ل 160 ignoring any acceleration for this cell. يعني ماليش دعوه بقى بحته الاكسيليشن دي ما بطلعش فيه ماليش دعوه بيه. انا بحدد البيز لاين بتاعها تمام واضح. ليه اقل من 110 for more than 10 minutes في الحاله دي اللي بيبقى ده اسمه فيتال بيز لاين براديكارديا. و اي حاجه يعني زي كده بيز لاين بتكرر بيز لاين تكرر المفروض ان انا دماغي تروح على طول للاسباب الفسيولوجي في الاول وافتر رولينج الفسيولوجيكال كوز افكر في اني ابنورماليتي تمام. يعني من ضمن الحاجات الماتيرنال كوز ممكن بقى سوفاين بوزيشن اورتو كوفال كومبريشن هاي بوتنشن تمام. لو بقى العيانه عندها مشكله في يعني ميديكال ديس اوردر زي سيستم كلوبس مثلا في هايبوثيرميا هايبوغلايسيميا برولونجد كورد كومبريشن فيتال هايبوكسيا كاردياك كونتاكشن اور اناتوميك ديفكت بوست ديت
ماشي، كل دي اسباب للايه، للبرادي بارتي. تمام دكتور نعم. الجستيشنال ايج له علاقه بالفيتال هارت ريت مثلا؟ البرولونج ديت، البرولونج ديت ده ممكن يعمل ايه؟ برولونج فيتال عندك، البرولونج ديت ده ممكن يعمل ايه؟ البوست ديت ممكن يعمل برادي كارديو. اوكي، والبري تيرم مثلا 30 ويكس وليه؟ البري تيرم مثلا 30 ويكس البيشنت يعمل برادي ولا تكي؟ والله ده برضو يعني هو ده بيبقى اكوردنج، لكن انت بيبقى في الامبالانس بين السمباثاتيك والباراسمباثاتيك، فممكن يعمل تاكي كارديو مور، يعني البري تيرم ممكن معاه مور ناحيه التاكي كارديو مش ناحيه البرادي كارديو. البوست هو دي بيبقى مور ناحيه البرادي كارديو. هو احنا نبدي ديبندنج يعني from 26 week. مش فاهم، لا مش فاهم السؤال، يعني احنا بنبدي نعتمد على السي تي جي from which gestational age. ايوه كلامك صحيح. يبقى ده يعني من، والله في ناس تقول لك من سيرك 4، ناس تقول سيرك 6، ماشي. لكن انت وانس خلاص العيانه دلوقتي بقت فليبر، ماشي، احنا بنتكلم على انترا بارتم دلوقتي، ماشي، يبقى اوكي. هتعتمد عليه اصلا. لو يعني انت بارت تقريبا 34 بالظبط. لو انت بارتم يعني انا ممكن اعمل لا سي تي المفروض جي 28 اسبوع يا دكتور ثروت، عشان لو في ديكريس فيتال موفمنت يعني اه بنبدا. انا لسه بقول لك ايه، ده وقت العياده انترا بارتم هتعمل السي تي جي. تمام، هي بتسال من امتى نبدا نعتمد عليه؟ من ال 28 صح؟ الكلام مظبوط فعلا. اوكي. طيب البيز لاين تاكيكارديا يبقى اكتر من 160 فور مور ذان 10 مينتس، واسبابها طبعا نفس الكلام، بتشوف الفيزيولوجيكال كوز او باثولوجيكال كوز، ات از نوت ا ماتر. زي ما قلنا انا عايز اركز النهارده على الاناليسيس والانتربريتيشن، بتكلم كتير في النظر يعني. طيب تاني بقى، اول حاجه احنا قلنا الكونتراكشنز، تاني حاجه ال هنشوفها دلوقتي، قلنا البيز لاين في الهارت ريت، وقلنا ازاي بنعرف بنحسبه، وادي الاكسلريشن. احنا قلنا اكسلريشن يعني انكريز في البيز لاين هارت ريت مور ذان 15 بيت بير مينت فور مور ذان 15 سكند. The presence of acceleration is reassuring, while absence of acceleration with an otherwise normal CTG is uncertain. طب احنا بنحسبها ازاي؟ ادي الاكسلريشن، لو احنا خدنا هنا في الحاله دي طبقنا نفس الكلام، ادي ال هناخد مثلا 10 minutes، 10 minutes بالنسبه لنا اهو، تمام، وبعدين بنشوف ال acceleration. acceleration شوف قد ايه؟ كام مربع؟ يبقى واحد اثنين ثلاثة وشوية كمان. طب أنا عندي المربع الصغير قد إيه؟ بعشرة، يبقى عدينا ال 15، ال 15 بيت، وطلع كام مربع برضه؟ ثلاث مربعات يعني، والويدز كل ده، كل ده في الاكسبريشن بتاعنا. يبقى التايم بتاعنا قد إيه؟ أكتر من قد إيه؟ اكتر من 15 سكند. ده شوف مربع كده 1 مينت، يعني دخلنا على 1 مينت اند هاف، يبقى ده اكسلريشن نفس الكلام. انا لما بحسب بقى البيز الهالت ريت، البيز ماليش دعوه بالاكسلريشن ولا الديستريشن، انا بشوف البيز لاين هنا كده، ادي مثلا اريا زي كده ما فيهاش كونتراكشن، وبشوف واعمل اللاين بتاعي يبقى بهذا المنظر، ده البيز لاين بتاعك، وده كده ده اكسلريشن. اعتقد برضو سهله الاكسلريشن ما فيهاش اي مشكله يعني. تمام، نخش على الفاريابيليتي، ويعني ايه فاريابيليتي واهميتها ايه؟ الفاريابيليتي على فكره ذا موست امبورتنت بارت ان السي تي جي. ليه؟ لان دي ريفلكت للسي ان اس اكتيفيتي بتاعت البيبي. تمام، البيز لاين فاريابيليتي مينز فلكتويشن بيحصل في الهيلث من 1 بيت تو نيكست بيت، ودي بتبقى قلنا ريزلت اوف انتر اكشن بتوين النيرفس سيستم كيمو ريسبتيف وريسبتيف كارديك ريسبونس. نورمال فاريابيليتي معناها ايه؟ معناها انت تكنولوجيكال سيستم ودي ريفلكت سي ان اس. طب كام النورمال فاريابيليتي؟ من 5 ل 15. اعتقد ايزي الوقت ان احنا قلنا ازاي بنحسب الفاريابيليتي. ادي الفاريابيليتي اللي احنا بنحسبها، بنشوف الابر، ادي بناخد برضو اريا ما فيهاش اكسلريشن ولا فيها ديسلريشن، وبشوف
ال distance قد ايه ما بين ال upper most part of the fetal heart وال lower. بناء على انا عارف ان كل سكوير من دول كام، هنا 60 80، يبقى كل سمول سكوير 10. فبشوف دي المسافه دي من هنا لهنا كام، خدت كام مربع طولي، خدت مربعين مثلا، خدت مربع ونص ثلاثه، يبقى اذا وزن نورمال. هنا مثلا ادي 20 10 20 10، يبقى كل ده ماشي وزن نورمال. فاريابيلتي اللي هي من 5 ل 25 بي بير مليون. كلير يا شباب لحد دلوقتي؟ ايوه يا دكتور. تمام. يبقى الفاريابيلتي والنفلكتوجه والنفلكتوجه ده كده هارت ريت. تمام. ده بعض الكلمات دي حاجات برضو خاصه بالامريكان، يعني مش عايزكم تركزوا فيها قوي، لكن اللي يهمني فيها يعني انا باخد منها ايه بالظبط، كلمتين اللي انا عندي ايه الابنورماليز اللي في الفاريابيلتي، يا اما تلاقي في ابسنت فاريابيلتي مفيش فاريابيلتي او ديكريز فاريابيلتي اور ماركت فاريابيلتي. ماشي، احنا عندنا النورمال من 5 ل 25، النورمال من 5 ل 25، لو اكتر من 25 هل ده نورمال ولا اب نورمال؟ يعني عند النورمال من 5 يعني 5 ل 25 ده النورمال، طب اقل من 5 اسمه ديكريز فاريابيلتي، ده برده مش كويس. تمام، طب اكتر من 25 لو انا لقيت فاريابيلتي عاليه جدا كده، يعني في فاريابيلتي مثلا لقيت المنظر بتاع الفاريابيلتي كده كده، عملت انا ميجرمنت لقيته واخد اكتر من 25، ده تفتكروا يعني حاجه كويسه وحاجه رياشورنج ليا ولا دي حاله باد؟ Not reassuring. طيب لما الاقي الفاريابيلتي عامله كده كده اهو sinusoidal. اه also not reassuring. طب what is the most dangerous، دي ولا دي؟ sinusoidal. sinusoidal. طب ولما تبقى اكتر من 25 برضه، انت قلت not reassuring، يعني انت ايه فهمك للاكتر من 25 ده معناه ايه؟ يعني اكتر من 25 ده، يعني انت لو بصيت هنشوف بعض الرسومات او بعض السي تي جيز هتلاقي فيها دوت، يعني ممكن جدا الناس كده ما تاخدش بالها منه. هو according to time يعني قعدت وقت قد ايه؟ طب ما احنا قلناها، ما احنا حسبناها اهي، يعني هي واخده اكتر يعني لو قعدت مثلا دقيقتين ثلاثة غير ان هي 30 دقيقة او كده، يعني ان هي واخده تايم كتير. هي طبعا اكتر من حسب ماركت فاريابيلتي دي برضو معناها ان السي ان اس فقد السيطره على الكنترول اوف ذا هارت ريت اوف ذا بيبي الهارت. تمام، ودي بري تيرمينال، يعني حاله سو دينجرس، لان معناها ان احنا لسه بنقول ان الفاريابيلتي معناها انتر اكشن ودي ريفليكت الاكتيفيتي اوف ذا سي ان اس، سي ان اس كنترول اوف ذا هارت ريت اوف ذا بيبي الهارت. لما يبقى اكتر من 25 معناها ماركت فاريابيلتي، ده معناه ان السي ان اس لوست ذا كنترول اون ذا هارت اوف ذا بيبي، ودي بري تيرمينال سي تي جي. تمام، يعني ادي هنا مثلا، ده هنا ابسنت فاريابيلتي، مينيمال فاريابيلتي، مودريت فاريابيلتي اللي هي من 5 ل 25، سيبنا من 6 دي، 6 دي بتاعت امريكا بالنسبه لنا، من 5 ل 25 خلاص. ماركت فاريابيلتي شوف بالمنظر ده، لما انا الاقي ماركت فاريابيلتي زي كده ده معناه ايه؟ ده it is a very dangerous situation. يعني ممكن حد يقول لك لا ده acceleration، لا ده مش acceleration. تمام؟ فالماركت فاريابيلتي اكتر من 25 معناه اني ما فيش كنترول سي ان اس تو ذا هارت. ده بري تيرمينال. الدي سيل بقى، وده يعني يعتبر الموست يعني ديفيكالت وان في السي تي جي، احنا قلنا الديفينيشن خلاص متفقين عليه، عكس الاكسلريشن. تمام، ديكريز في البيز لاين في الهارت مور ذان 15 بيت بير مينت فور مور ذان 15 سنة. تمام، في ده هادو كنترول باي ذا اوتونوميك اند سوماتيك نيرف سيستم. اللي بيحصل في البيبي ان ريسبونس للهايبوكسيك ستريس
الفيتس ريديوس هيز هارت ريت تو بريزيرف مايوكارديال اوكسجينيشن اند بيرفوجن. Unlike an adult, fetus cannot increase its respiration, depth, and rate. This reduction in the fetal heart to reduce the myocardial demand and is referred as decelerate. يعني ده احنا ايه الباثوجينيز او ديسيليشن اللي بيحصل. عندنا قلنا early deceleration اللي هو type 1 او the 2 head compression, late deceleration, uterine placenta insufficiency, variable cord compression. تمام وزي ما قلنا early deceleration is physiological and not pathological. بتبدا مع الكونتراكشن وتنتهي مع الكونتراكشن وده بيبقى سببها انكريز في الانتراكرينيال بريشر بيعمل انكريزنج للفيجال تون ودي كويكلي ريزولف وانس ذا تراين كونتراكشن اند اند انتراكرينيال بريشر. ال ال ديسيلريشن زي ما اتفقنا ان احنا في عموم الديسيلريشن لازم اشوف حاجتين اللي هو علاقتها في الكونسيبت اوف ديسيلريشن والريليشن تو ذا تراين كونتراكشن. الجراديوال ديكريس في الفيتال هارت ريت ريتيرن تو ذا بيز لاين ان اسوشيشن وذ كرنت كونتراكشن يعني من الاونست للنادير مور ذان اور ايكوال 30 سكند. يبقى ده على طول كده ان انا ابص على الخطوه اللي بعد ان انا الاحظ الحاجه دي ابص على ايه علاقه البي سيل بالكرنت كونتراكشن. والله ماشي مع الكرنت كونتراكشن ستارت اند اند دي هيد ديسكريشن after the trial contraction is late deceleration. خلاص؟ بالظبط. يعني ده الدكتور اللي كان بيسالنا برضه يعني يمكن مور اكسبلانيشن على الاونست. الاونست بدا امتى؟ من اول ديسيل لحد النادير ماشي كان خد قد ايه؟ شوف خد اكتر من اكتر من 30 سكند. واخد اكتر من 30 سكند يعني 30 سكند اور مور يبقى ده اسمه جراديوال اونست. يبقى الخطوه اللي بعديها مباشره ان انا ابص على اليوترايل كونتراكشن اهو ميرور وذ يوترايل كونتراكشن. لو احنا خدنا لاين ما بين الاثنين دول كده هتلاقي كله ماشي مع اليوترايل كونتراكشن بالظبط ميرور لاين ميرور يبقى ده ايرلي ديسيلريشن والعكس في الليت ديسيلريشن. ادي نفس الكلام اللي احنا قلنا واخده قد ايه اكتر من 15 ديكريز اكتر من 15 سكند واخده مور ذان 50 ديكريز مور ذان 50 بيت بير مينت ان مور ذان 50 سكند. لو احنا خدنا الترانزفيرس اهو عندنا كام مربع؟ مربع اثنين يعني حوالي مربع ونص صغيرين او اكتر يعني واخده اكتر من 30 سكند يبقى دي فول فول الكرايتيريا بتاعت ديسيلريشن. كلير يا شباب؟ واضح الكلام؟ الو؟ ايوه يا دكتور واضح. تمام. لقيت انا في بقى الاونست از ابربت اونست يبقى على طول ده variable deceleration. مفيش داعي ان انا ابص على اليوترين كنت مش هتفرق معايا لان ده خلاص دي variable. variable يعني ايه variable؟ يعني inconsistent in shape and frequency and relationship to uterine contraction. وقلنا دي the most common type of B cell in labor. ده سؤال single response. تمام؟ مهم جدا بقى ال variable deceleration دي ممكن تبقى non reassuring وممكن تبقى pathological او abnormal abnormal signs ده according لحاجات كتير هنقولها دلوقتي اللي بنسميها variable distribution with concerning features او بيسموها في حاجه اسمها benign variable distribution اللي ما معهاش concerning features or concerning features. يعني ايه concerning features؟ يعني هنشوف علامات في variable distribution بتخلي variable distribution اما تكون non reassuring or باثولوجي او ابنورمال فيتشر. يعني ايه بناين؟ بناين يعني صدر اونست رابيد ريكفري مودريت بيز لاين فاريابيلتي بريزنس اوف شولدرنج. يعني ايه شولدرنج؟ يعني شوف حصل هنا زي كده ده كده ديسيلريشن ده ديسيلريشن متفقين ده ديسيلريشن وشوف هنا بدا قد ايه من الاونست للنادير ما كملش مربع الصغير يعني اقل من 30 سنه
اقل من 30 سكند يبقى في داعي ان ابص على الكونتراكشن، يعني مش هيفرق معايا. يعني ممكن تيجي الفاريبل دي، ممكن تيجي قبل ودي بعد، مش هتفرق كتير. لكن هو بتفرق في مين هنا في الاونست ابروكسيميشن. بس حصل رابيد ريكفري، يعني حصل رابيد ريكفري. مش كونسيرن فيتشر، ايه الكونسيرن فيتشر دي؟ اللي حاجات زي كده، يعني مثلا تلاقي ال 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 بقى دبليو شيب، دبليو شيب زي كده، الكيسل دبليو شيب، او يسموها الباي فيزيك شيب. الو سامعني كويس؟ الو دكتور. ايوه يا دكتور. لوس اوف شولدرنج، يعني ايه شولدرنج؟ شولدرنج ده معناه انيشال ستيموليشن ودي ري اشورنج ساين. لما الاقي شولدرنج كده اللي هو ارتفع، اللي تلاقي فيه شو ده اسمه شولدرنج، ده اسمه شولدرنج. هنا بقى absence of shouldering، ما فيش shouldering. الو السلام عليكم. كده صوت واضح صح؟ ايوه. يبقى ده اللي احنا بنقول بناين فاريبل ديسلريشن وكونسيرنج فاريبل ديسلريشن. ايه الكونسيرنج؟ دي مهم جدا الخمس نقاط دول. اي واحد من دول موجود، اي واحد من دول، يعني هنا الفاريبل ديسلريشن ده واخده اكتر من 1 مينت. ايه ريديوز بيز لاين فاريابيلتي في الديسيليريشن نفسه، يعني في الديسيليريشن نفسه ريديوس البيز لاين فاريبيليتي. فيلير تو ريتيرن تو ذا بيز لاين، خدت تايم كبير عشان ترجع للبيز لاين. يعني هنا دي 1 ثانية، شوف بدات قد ايه، في اقل من 6 سكند، وبسرعه حصل رابيد ريكفري. يبقى دي ما فيهاش كونسيرنج فيتشرز خالص. وادي في كمان فاريبيليتي موجوده في الديسيل نفسه، في فاريبيليتي وفي شولدرنج ماشي، وليس ذان 1 مينت، ليس ذان 1 مينت. هنا بدا يبقى في نو شولدر. لو لقيت نو شولدر الواحد ده كونسيرنج فيتشر، لقيت الفاريبل بيسل فيها واحده منهم فيها دبليو شيب او باي فيزيك شيب، واحده منهم قعدت اكتر من 1 مينت 2 مينت عشان ترجع للبيز لاين. ريديوس بيز لاين فاريابيليتي في الديسيل نفسه وقعد اكتر من 1 مينت، كل دي فيتشرز اوف كونسيرنج فيتشرز. يعني ايه كونسيرنج دي؟ وانس ان انا الاقي واحده من دول يبقى اصبحت الفاريبل دي اما نون ريأشورنج اور ابنورمال اكوردنج تو ذا ديوريشن، واخده قد ايه من الكونتراكشن. هنقول ان شاء الله كله برضه تفصيل اكتر، بس احنا مبدئيا واحده واحده عرفنا ان انت هاو تو ايفالويت ديسيلريشن. نمبر 1 ان ريليشن تو ذا تراين كونتراكشنز. And before the relation to tracheal contraction, you must look about the onset of T cell, either gradual deceleration or abrupt deceleration. What's the meaning of gradual deceleration? Means from the onset to the nadir take more than 30 seconds. This means that one of two, either early deceleration or late deceleration. So the next action, you must look about the tracheal contraction in relation to the T cell. If the deceleration is a mirror like to the uterine contractions, so early deceleration, you hit compression, and it is not problem, it is an physiological process. If the deceleration occurring after uterine contractions, so what we call late deceleration, is a dangerous one, and it is caused by uterobacillary consumption. If it's abrupt deceleration, abrupt means the onset of the cell to the nadir less than 30 seconds, so it is not a matter to look at the uterine contraction because it will have a variable one. Variable one occurred before, after, during, whatever, no problem. And it's the most common type of this. What is the next action? احنا شخصنا the variable this, احنا عرفنا يعني early ويعني late وvariable. قلنا the most common variable this. عشان اقول ال variable deceleration ديت هي تحت اي features، لابد ان انا اقيم الفاريبل ديسيجن دي هل هي معاها كونسيرنج فيتشرز اور جاست بناين فاريبل ديسكريبشن.
ايه الساينز اوف كونسرنينج فيت 1 اوف 5 مش لازم الخمسه يكونوا موجودين 1 اونلي 1 لو انت شايف نو شولدرنج نو شولدر معناه ذير از نو انيشال ستيموليشن از ا باد ساين باي فيزيك شيب ريتيرن فيلير تو ريتيرن خد تايم كبير عشان ترجع 2 مينتس 3 مينتس وات ايفر ذير از نو بيز لاين فاريابيليتي وذين ذا دي سيل كل ده كونسرنينج فيتشرز any one of these concerning features so can categorize a variable as either non-reassuring or abnormal زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي. لحد كده الامور ماشيه تمام؟ فيها مشاكل؟ طيب هي الشولدرنج يا دكتور تعتبر reassuring؟ شولدرنج reassuring. يعني معناها ان في stimulation في initial stimulation في البيبي. No shouldering معناها دي bad sign. يعني one of the concerning features. خلاص ودي احنا قلناها ليه ديسيليريشن مش محتاجين كلام تاني خلاص وادي شوف دي بدا امتى والانس قلنا اكتر منها ويساوي 30 وليه ديسيليريشن قلنا ده سببها يوتروباسنتر انسفشنسي فيتال هايبوكسيميا اوكسجين سنتراليزيشن فاير بريفرال فازوكونستكشن هايبرتنشن وكارد ديبريشن طبعا الهايبوكسيميا نذكر ريت معنى ان حصل فيتال بيحصل فيتال ايه فيتال اسيديميا او امريبيك ميتابوليزم تمام ده كل ده اكزامبلز من ليك سيشن طيب برولونج ديسيليريشن مينز ذا سيل ذات لاست مور ذان 30 مينتس abnormal features caused by يعني دي abnormal طبعا وسبب يبقى mainly cord relapse, uterine rupture, abruption. في حاجة مهمة جدا دي يعني mainly strategy or remember the rule of three for fetal bradycardia. يعني احنا في حياة الفيتال بريكارديا بناخدها طبعا موضوع الجدية موضوع مهم جدا. 3 minutes call for help rule of three. 6 minutes move to the theater. 9 minutes prepare for assisted delivery ولما نقول assisted delivery يا جماعه يعني يكون لازم طبعا فول all the criteria for assisted delivery الموضوع طبعا الاوبراتيف اكيد خدتوه مع دكتوره رشا الموضوع مهم جدا جدا وطبعا في جايد لاين جديد اكيد برضو كل يعني كل المعلومات كانت من الجايد لاين الجديد بالنسبه لل assisted vaginal delivery لان في تغير جوهري حصل في النقطه دي ان احنا كنا زمان مثلا في السكند ستيج بنحسبها من البوشنج من يعني يقول لك العيان مثلا فيه دايليتد الساعه 8 مثلا طيب وبعدين نحسب الفتره من هي كانت بوشنج يعني يقول لك يعني الساعه 8 فيه دايليتد بس بدات تبوش الساعه 9 يبقى في عندي اكتف وعندي باسف تمام الكلام الجديد طبعا اكيد دكتور رشا قالت لكم عليه ان لازم ان احنا كده بحسب الديوريشن اكتف والباسف مع بعض. يعني مثلا عيانه فول دايليت الساعه 8 وهي برايمي ونطق الابديورا ودلوقتي الساعه 10 يعني الساعه 8 العيانه كانت هي برايمي فول دايليت الساعه 8 الصبح والعيانه نطق الابديورا ودلوقتي الساعه 10 والعيانه نوت ديليفر. What will you do؟ تاني دكتور صارت معلش الوقت تاني. العيانه انا بعمل تشيك على النقطه دي عشان دي اللي التغير الجايد لاين فيها اتغير. لان اي حاجه فيها جايد لاين جديد اتغير وتفهموا ان ممكن تبقى موضوع سؤال في الاكزام. بقول عيانه برايمي نوت انبديورال فولو دايليتد ات 8 o'clock a.m. ودلوقتي الساعة 10 a.m. والعيانة نوت ديليفر واتس يور اكشن رابشر للممبرينز لو ما كانتش مرابشر لا هو بيقول سكند ستيج صح؟ بقول لك العيانة فولو دايليتد ومرابشرة وكل حاجة طيب الهيد ستيشن ايه دكتور سرات يعني هي يبقى برافو عليك يبقى احنا يعني يبقى احنا نعمل ايه يبقى العيانه دي فور اسيستد بيرس خلاص
لو هي طبعا فول الكريتيريا، انا اللي انا عايز اقوله او المعلومه اللي عايز اوصلها ان احنا كنا بنحاول نقول طب العياده دي الساعه 8 هي فول دايلي، بس بدات تعمل بوشنج امتى؟ الساعه 9، يبقى نحسب لها من الاكتف. لا دلوقتي بنحسب من الاكتف والباسف. العيانه وانس ان هي فول دايلي الساعه 8 وهي مش على ابيديورال، يبقى المفترض العيانه دي خلاص انا لازم اولدها في خلال الساعتين دول، يبقى لازم دي كانديديت فور اسيتد فاجينال بيرث. تمام؟ لو هي واخده ابيديورال ممكن نديها انذر ون اور. لو واخده ابيديورال. تمام كده؟ يبقى اللي انا عايز اقول ان احنا حسبنا من اول هي فول دايليت امتى؟ ماليش دعوه بقى هي كانت اكتف ولا بس. فول دايليتد بتحسب ايه الاكتف والباسف ده التايم كله مع بعض. لو هي العيانه مالتي يبقى دي 1 اور. لو هي وزوت ابيديورال 2 اور ويز ابيديورال. خلاص يبقى نبقى فاهمين البيزك انفورميشن دي بناء عليها تحدد الديسيجن بتاعك. يبقى زي ما قالت الدكتوره بقى هبص اشوف والله هي في الفول كريتيريا بتاعت الاساس فاجينال بيرث ولا لا. يعني ايه؟ يعني عند العيانه دي الاستيشن كام بتاعنا؟ هي ماينس ولا بلس؟ بلس ماينس؟ نعم؟ اه بريبير؟ اه يعني عيانه ماينس خلاص دي مش تبعنا، لان يعني كده معناها ايه؟ ان ده هاي، هاي يبقى دي فورس اس على طول. لكن لو هي العيانه فروم زيرو، فروم زيرو تو 1 يبقى كده يعني ديسكال سباين يبقى زيرو، يبقى دي زيرو تو 1 يبقى دي ميد كافيتي، صح كده؟ يبقى دي ميد كافيتي فورسبس. خلاص؟ وليه ميد كافيتي فورسبس؟ لان طبعا ده الريسك اوف فيلر عالي، لو هنستخدم الفنتوز هنا يبقى الريسك اوف فيلر مور اند مور. ماشي؟ والميد كافيتي يعني في السيتر. ميد كافيتي يعني في السيتر. ليه؟ لان طبعا الفيلر ريت عالي ومحتاجين ال كل الايه ريكوردز فور زيرو سيكشن ماست بي. يعني مش موضوع النهارده، الموضوع خدتوه، بس انا بحبيت اتشيك على نقطه الايه التغير اللي قالوها في الجايد لاين الجديد ده. فاحنا هنا بنقول الرول اوف 3 مينت كول فور هيلب، 6 مينت موف تو ثيتر، 9 مينت بريبير فور اسيست دليفري، 20 مينت ان تو دليفر. نشوف بقى حاجه زي كده برولونج ديسيلريشن اهو اكتر من 3 مينتس، يعني دي طبعا لازم بناخد فيها اكشن. وهنقول احنا طبعا الجايد لاين بالظبط قال ايه في الحالات دي كلها، بس ده احنا عرفنا بس دلوقتي هاو تو انتربريت. وهنا دي يعني دي برولونج ديزل مور ذان 3 مينتس، مور ذان 3 مينتس. بالنسبه للسينوسويدال باتر، السينوسويدال باتر احنا قلنا ده هنا في لوس اوف فاريابيلتي وبيبقى عامل زي السو توس ابيرنس كده، وده طبعا فيري باد one is very rare and is very concerning one and it is associated with high fetal morbidity and mortality. تمام؟ طيب ايه الموست كومن كوز اوف سينوسودال باث؟ نيم. نعم؟ فيتال انيميا. نيم الهيدروبس. الهيدروبس الموست كومن، الموست كومن الهيدروبس فيتالس. الموست كومن سليب، فيتال سليب، الولد نايم. بس عشان اقول ان ده بيبي سليبنج المفترض ما تعديش 40 مينت، اكتر من 40 مينت. لا ده انا عندي بريزيستنت بقى سينوسودال بقى اكتر من 40 مينت، يبقى ده ما فيش حاجه اسمها نايم. يبقى هنا اسباب كتيره جدا، وانت بس في فيتال هيبوكسيا، سيفير فيتال انيميا، فيتال اور ماتيرنال هاند. كان جه سؤال مره في ريكولز ان قال لك ده سينوسودال باترن، وقال ان ايه ان كان في انفكشن، مين اللي في الانفكشن دول ممكن يبقى عامل الفيتال انيميا دي، وده كذا نوع من انواع الانفكشن. نعم سي ام في الايه البارفو، لا البارفو فايروس. يس البارفو فايروس، برافو عليك. يعني لو قالك مين دول ده كذا نوع من السيتوماجالي مش عارف ايه، لا الموست كومن يعمل حاجه زي كده البارفو فايروس. ماشي ليه اس في الفيتال انيميا. خلاص فكده اعتقد ان احنا الامور بدات تبقى واضحه. يعني احنا هاو تو، يعني لما مشينا في الدكتور سيبرا فاتو احنا قلنا اول حاجه ان نحدد الريسك، العين ده له ريسك ولا هاي ريسك فروم ذا ستارت، ايه الريسك اللي موجود معايا عشان هو ده اللي يعمل لي، يعني اللي خلاني اجمع المعلومات
واعمل اوفر اول امبريشن. يبقى لازم الاول حاجه اشوف الريسك ايه اللي موجود في السيناريو اصلا، مش اول ابص على حاجه بص على سي تي جي، لا بص على الريسك اللي موجود. تمام. طيب بناء على الحاجات دي احنا قلنا حددنا البيز لاين فيتال بيز لاين وعرفنا النورمال قد ايه، وقلنا الفاريابيليتي، وقلنا الاكسلريشن، وقلنا ديسلريشن بانواع الايه الديسلريشن. وبناء عليه احنا بنشوف الكاتيجوريزيشن بتاع الديس هي ري اشورنج اور نون ري اشورنج. المفروض طبعا ري اشورنج يبقى ما فيش ديسلريشن اصلا، او ايه اللي ديسلريشن يعني اور فاريبل ديسلريشن with no concerning character. يعني لسه احنا قلناها دلوقتي اللي هي البناين ديسيليريشن، بناين فاريبل ديسيليريشن، يعني ما فيهاش اي اني وان اوف ذا كونسيرنينج فيز اللي احنا الخمسه اللي احنا قلناها، يبقى ده بيتحط تحت ممكن تبقى ري اشور، بس بشرط تكون اقل من كام؟ اقل من 90 مينتس. يعني هي لو فاريبل ديسيليريشن ما فيش كونسيرن بس تكون اقل من 90 مينتس. نون ري اشورنج يعني دخلنا بقى variable decision with no concerning فيه بس عدينا ال 90 minutes or more، او variable deceleration with any concerning features اللي احنا قلنا عليهم الخمسه دول، اي واحد من الخمسه دول in up to 50% of contraction for 30 minutes or more. هنقول يعني ايه دلوقتي 50 contraction؟ هنقولها، انا عارف حد اكيد هيقول يعني ايه 50 contraction، هنقولها. variable decision with any concerning فيه in over 50% of contractions أقل من 30 minutes or late deceleration in over 50 minutes 50% of contraction for less than 30 minutes with no maternal or fetal risk or significant pneumonia. هنوضحها أكتر تاني. طيب abnormal يعني variable deceleration with any concerning features خارج أكتر من 50% من contraction for 30 minutes or more. ممكن يبقى أقل من 30 minutes بس معايا maternal or fetal risk. Late deceleration for 30 minutes or less or less دي معناها في risk factors. Acute bradycardia or single prolonged deceleration lasting 30 minutes or more. تمام؟ كل ده اسمه abnormal features of variable deceleration. اللي احنا قلنا عليهم تاني اللي هم ال concerning features are lasting more than 60 seconds, reduced baseline variability, failure to return to the baseline by physic shape, no shoulder. دول اللي هم الكونسيرنج فيتشر بتاع الفاريبل ديسيشن اهو. وتاني بنعيدها تاني اهو، ادي الكونسيرنج كاركترز اللي هي واخده اكتر من 60 سكند، ريديوز فاريبيليتي ويزن ذا ديسيليريشن نفسه اللي ما فيش اي فاريبيليتي، هو لاين فلات لاين، ده معناه ريديوز فاريبيليتي، ما عنديش بيك تو بيك فاريبيليتي حتى ويزن ذا ديسيليريشن، فيلير تو ريتيرن تو ذا بيز لاين باي فيز no shouldering. مهمين جدا جدا السلايد، خلاص ده الفاريابيليتي والنون اشورنج قلنا كل الكلام ده فاهم. اسباب الريديوز فاريابيليتي ماشي الكلام، يعني نظر تهروب ما فيش اي مشاكل. طيب طيب يعني برضه دي معلومه مهمه، لو انا في عيانه لو ريسك وانا شغال بانترميدنت اسكولبيشن والميد وايف عندها اي كونسيرن وحاطه العيانه على السي تي جي افتر انترميدنت اسكولبيشن، التريس از نورمال افتر 20 مينت، ممكن ارجع للانترميدنت اسكولبيشن انليس ذا وومن اسك تو ستي ان كونتينوس. برضه دي ممكن يبقى فيها يعني حاجه كده في اي ام كيو او سنجل بيست انسر، يجيب لك سيناريو ان العيانه كانت هي الميد وايف بتتابع معاها في الانترميدنت اسكولبيشن ولقيت في ساينز اوف تي سيل، فادفايس العيانه على السي تي جي. طب والسي تي جي حطيناها على السي تي جي لمده 20 مينت ونورمال، وات از ادفايس او وات از اوبشنز؟ من ضمن الاوبشنز انا ممكن ارجع تاني للانترميدنت اوسكالبيشن انليس ذا وومن اسك تو ستي ان كونتينوس سي تي جي. ده بقى التيبل اللي مهم جدا ان احنا اللي انا يعني اتكلمت عنه شويه في مع الفاريبل ديسيجن، بس ده التجميعه اللي هي موجوده في النايس جايد لاين، ان احنا الفيتشرز اول حاجه بتقول فيتشر اما ري اشورنج نان ري اشورنج اور ابنورمال. الارقام دي في منتهى الاهميه، ممكن بكل بساطه يجي سنجل بيست انسر على الارقام دي يا جماعه ماشي،
احنا عندنا الفيتشر بيز لاين هارت ريت من 110 160 ريأشورنج، الفاريابيلتي من 5 تو 25، المفترض احنا ما قلنا ما بقاش فيه ديسيلريشن اصلا او بيبقى ايرلي ديسيلريشن، او لو فاريبل ديسيلريشن موجوده يبقى نو كونسيرن بالفيتشرز فور ليس ذان 90 مينت. لان لو نفس ما فيش كونسيرن بس عدينا ال 90 مينت اور مور فور 90 اور مور يبقى كده اصبحت نون ريأشورنج. قلنا من 100 ل 109 دي بتبقى نون ريأشورنج، اور 161 تو 180 ده نون ريأشورنج، اكتر من 180 اور ليس ذان 100 ذس كولد ابنورمال از ريجاردنج تو ذا بيز لاين بتاعها. فاريابيلتي قلنا ليس ذان 5 فور 30 تو 50 مينتس، مور ذان 25 فروم 15 تو 25 مينتس، 25 to 25 اخدها مع بعض عشان ما ننساش. يبقى هنا لو لقينا الفاريابيلتي ليس ذان 5 المفروض فور 30 مينت، يعني انا احنا عارفين يعني 10 مينت موجودين، يعني 10 مينت 20 30 مينت. طبعا اكيد لو هو عايزك تقول كام ده بيديك طبعا تريس 30 مينت، ده صعب ان يجي في الاكزام 30 مينت، بس هو ممكن يجيب لك في سيناريو ويقول والله ان الفاريابيلتي ليس ذان 5 فور 30 مينت، يبقى افهم على طول ان دي نون ريأشورنس. تمام، مور ذان 25 فور 15 تو 25، لازم نعرف الكلام بالنص يا جماعه لان الاسئله بتيجي كوبي اند بيست من الجايد لاينز ومن التيبل، كوبي اند بيست بالمنظر كده، يعني ما حدش يقول لك والله ليزن 5 ويطير، لا قد ايه لمده قد ايه سيرتن فروم 30 تو 50 مينت مينيمم سيرتن، مور ذان 25 فروم 15 تو 25 مينت دي اسمها نون ريأشور. ابنورمال less than 5 for more than 50 or more than 25 for more than 25، يعني دي سهله اكتر من 25 فوق اكتر من 25 or sinusoidal ده abnormal. طيب نخش تاني على ال variable deceleration، هنا فيها شويه لخبطه ولكن لو ركزنا شويه الموضوع ايزي. فبنقول احنا عشان ال variable دي ممكن تبقى non reassuring ممكن تبقى abnormal. امتى ريأشورنج؟ لو مفيش كونسيرن بفيتشرز فور ليس ذان 90، خلاص خلصنا منها. طيب ما عنديش كونسيرن بفيتشرز بس فور 90 مينتس اور مور، اتس نوت ريأشورنج. طيب بدا يبقى في اني كونسيرنج كاركتر، اني ون اوف ذا كونسيرنج فيتشر، اني ون اني ون، مش لازم الخمسه موجودين، اني ون يا جماعه. يبقى في anyone any concerning characters in up to 50% of contraction for 30 minutes or more. يعني اكتر من 50% من contraction، يعني انت بصيت على البيز لاين، انا عندي الدي سيل مثلا كده ادي دي سيلريشن وادي دي سيلريشن مثلا وادي دي سيلريشن وادي دي سيلريشن، ده بالنسبه للفيتا نهاري عندي ده مثلا في 10 مينتس، ده كده اعتبر ده 10 مينتس، اعتبر دول في الفتره دي 10 مينتس. ببص على الكونتراكشنز، طب انا عندي الكونتراكشنز في ال 10 مينتس قد ايه؟ مثلا من 3 الى 5 كونتراكشن، ادي كونتراكشن 1 2 3 4. لما انا عندي 4 كونتراكشن في ال 10 مينتس اهو، 4 كونتراكشن، وده عندي الدي سيل كام دي سيل موجود؟ ادي 1 2 3 4، يعني اكتر من 50% من الكونتراكشن. يبقى ده 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 كلمه يعني ايه كونتراكشنز؟ يعني ايه علاقه الدي سيل بالكونتراكشنز؟ ان انا بشوف كام دي سيل في 10 مينتس وقصادهم كام كونتراكشن، لقيت مثلا 3 دي سيل موجودين في واخدين في كام في الثلاثه كونتراكشن دول، يبقى ده كده اكتر من 50% كمان من الكونتراكشنز. 10 مينتس دول اكتر من 50% او اب تو 50% اوف كونتراكشن، يبقى ده التفسير يعني ايه كلمه اب تو 50 اور مور ذان 50 من الكونتراكشنز. انت بتشوف كام بيسل في 10 مينت وقصادهم كام كونتراكشن وبنحسب الحسبه بهذا المنظر. فبنقول variable deceleration with any concerning up to 50% of contraction for 30 minutes or more. طب ممكن تبقى اقل من 30 مينت، اقل من 30 مينت بس لو في اذر ريسك فاكتور،
او اكتر من 50% من الكونتراكشنز يبقى variable concerns deceleration. لو خدت اكتر من 50 من الكونتراكشن واقل من 30 minutes it is non-reassuring. Up to 50 يبقى تكون واخده 30 minutes or more. لو عدينا اكتر من 50% من الكونتراكشن يبقى كده حتى لو اقل من 30 minutes is non-reassuring. تمام؟ نفس الكلام late deceleration in over 50% of contraction or less with no maternal or fetal risk. يعني لو في maternal أو fetal risk يبقى حتى لو أقل من 30 تعتبر non-reassuring. طب إمتى أقول pathology لل variable deceleration؟ لو ال variable deceleration with any concerning character والأساس طبعا يبقى فيها concerning character بس واخدة أكتر من 50% من contraction for 30 minutes or less لو عندي اي maternal او fetal risk late deceleration for 30 minutes or less of a risk acute bradycardia single prolonged decel lasting 30 minutes or less. تمام اللي التيبل ده مهم جدا في ايه زي بقول لك ممكن يجي منه single best answer او بيساعدني في الانتربريتيشن عشان اقول والله دي الحاله دي هي abnormal ولا دي non reassuring ولا دي reassuring لان احنا قلنا بناء على التجميع بتاع الفيتشرز دي انا بطلع في النهايه بكاتيجورايزيشنز هقول والله السي تي جي ده نورمال السي تي دي سسبيشس السي تي جي ده باثولوجي وده الكلام اللي احنا قلناه في اول المحاضره ان احنا قلنا لازم ان انا عندي فيتشرز وعندي كاتيجوري عشان احط البيشنت في كاتيجوري لازم يبقى عندي فيتشرز عشان بس ما نبقاش كونفيوز ما بين كلمة features وكاتيجوري. features أنا بدور على features اللي احنا عارفينها، إيه الفيتشرز بتاعتنا؟ اللي أنا بعلق على إيه في الـ CTG؟ أنا بشوف الـ baseline fetal heart rate، بشوف الـ variability، بشوف في acceleration ولا لأ، بشوف في deceleration ولا لأ. الأربع features بتوع بأنواع الـ deceleration اللي احنا قلنا عليها. خلاص؟ يبقى دي features. الـ features دي إما لو كل الـ features اللي احنا قلنا عليها دي عيانة الفيتال هارت من 110 ل 160 variability from 5 to 25 there is acceleration and there is no deceleration or early deceleration or variable deceleration with no concerning features for less than 90 minutes it is reassured خلاص يبقى ده reassured تمام طيب لقيت بقى يبقى لو normal يبقى معناها كل الفيتشرز دي reassured what will you do continuous CTG unless it was started because of concern arising from the intermittent اللي لسه قايلين عليها. لو انا عملت ال CTG ده عشان وانا بعمل intermittent او الميد وايف شغاله بالانترميتنت ولقيت اي concern وحطيت العينه على CTG ممكن بعد 20 دقيقه احولها تاني على intermittent لو سكسي بقى نورمال. لو هو نورمال اصلا. تمام؟ او اكمل حسب البيشنت ايه preference مفيش اي مشكله اهو. واتكلم طبعا مع الومن وريلاتيفز about what happened. They are very important. But then actions. طيب امتى اقول suspicious CTG؟ One non-reassuring feature واحدة بس. والاثنين normal أو reassuring يعني لقيت مثلا ال fetal heart 165 بس لوحدي. وباقي الفيتشرز normal. يعني العيانة ما فيهاش deceleration ونورمال variability. خلاص يبقى ده suspicious CTG. What will you do? Correct any underlying cause. تمام؟ بعمل full set maternal observation. أعمل conservative measures. والله عيانة فيها دي antibiotic، عيانة ده هي دي fluids. أظبط البوزيشن اوف ذا بيجنت، أخلي العيانة في lateral position. ماشي؟ يعني أعمل conservative measures. تمام؟ وأبلغ الاوبسيشن أو السينيور midwife ودوكيومنت. بكل بساطة. تمام وبرده نفس الكلام كونسلنج البيشنت يعني ده احنا ممكن ننسى البيشنت يعني اهم حاجه البيشنت لازم تكونسل البيشنت اباوت وات هابن اند وات وي نيد اني ابنورمال فيتشرز بقى لو وان ابنورمال فيتشر يعني لقيت السي تي جي بتاع الفيتال هارت اكتر 185 بيت بير مينت خلاص ده ابنورمال وان ابنورمال يكفي ان انا اشخص باثولوجيك اسيد One abnormal or two non-reassuring. Two non-reassuring يعني لقيت الفيتال هارت مثلا 170 تمام ولقيت
ال variable pace duration مثلا more than 90 minutes. خلاص يبقى ده 2 نمبر اشورنج، يبقى ده يشخص بصمه الكسر. خلاص طيب what will you do مع الباثولوجيكال سي تي جي؟ what will you do؟ ممكن هنا يجي كذا سؤال في النقطه دي، كذا سؤال ايه الكيو من الكام جمله اللي موجودين دول يا شباب. اول حاجه انا ايه الاكشنز بتاعي في اي باثولوجيكال سي تي جي؟ نمبر 1 ان انا ريفيو باي اوكسيتريشن اند سينيور ميدواي، او معنى صح اللي هو كول فور هيلب. الخطوه الثانيه مع اي باثولوجيكال سي تي جي، يو ماست اكسكلود اكيوت ايفنتس such as portal prolapse, suspected placental abruption, suspected uterine rupture. ده اساس الكلام ده، لان انا مش يعني ممكن جدا يبقى سبب الباثولوجي ده مصيبه من المصايب دي. فهل عندي وقت بقى ان انا اقول مش عارف في تبدلات سامبل ومش عارف ايه والالكترود والكلام ده؟ طبعا استحاله. يبقى انا عندي دي، لو عندي اني اكيوت ايفنت من الكلام ده انا محتاج ايرجنت انترفنشن. العيانه دي ما هتعمل لها كات 1 سي اس مثلا فور اكزامبل، فمش هستنى انا بقى اقول لك لا انا اشوف. يبقى اكسكلود اكيوت ايفنت مع اني باثولوجيكال سي تي جي، اكسكلود اكيوت ايفنت. باثولوجيكال سي تي جي مينز اتس ايرجنت كيس. ايرجنت كيس يبقى مع اي ايرجنسي، مع اي ايمرجنسي كول فور هيلب. نمبر 1 اكسكلود اكيوت ايفنت. خلاص انا رول اوت الاكيوت، ما عنديش اي اكيوت ايفنت. وات ويل يو دو؟ وات از ذا ايم؟ التارجت بتاعي ان انا عايز اكسبيديت البيرس. خلاص؟ طيب هل ممكن نعمل اي كونزرفيتيف؟ لو والله لو في اندرلاين كونفورس في هايبوتنشن، في يوتران هايبر ستيموليشن، العيانه دي اصلا مع واخده سنتو وواخد لها اندكشن اوف ليبر ماشي، وحط لها فاجينال دينوبراست ماشي، والعملت هايبر ستيموليشن ودخلتنا خلاص نشيلها، اوقف الانفيوجن مثلا. Start one or more of conservative measures. Tokus the woman. If the CTG trace is still pathology after implementing conservative, محتاجين further review by obstetrician or surgeon midwife and over digital scalp stimulation. يبقى كل ده قبل ما اعمل فيتا باتسا. وبعمل ال digital scalp stimulation and document the outcome. يعني عملت ورد عملنا data scalp stimulation and there is no reaction. There is no acceleration. CTG is still pathology after fetal scalp stimulation and fish acceleration. Consider fetal blood sample. طب ليه قال consider fetal blood sample؟ لأن ممكن تبقى fetal blood sample inappropriate. تمام؟ يعني ممكن تبقى العيانة دي السلطاكية الدارية بتاعنا أقل من 4 cm. بعمل لها ازاي فيتا بلاد سامبل؟ لو في انفكشن. تمام؟ لو العيانه دي اصلا فيها ثرومبوسيتوبينيا بليدنج ديس اوردرز، يبقى الفيتا بلاد سامبل ان ابروبريت ان ذيس كيس. تمام؟ فكونسيدر اكسبيليتي البيرس توكو زون بريفرنس انتو اكتر. ده يا جماعه كل الكلام ده كلام منتهى الاهميه، نبقى فاهمين الخطوه خطوه. يعني انت انا what's your action with any pathological CTG. Some cases need urgent intervention like acute bradycardia, single prolonged T cell for 3 minutes or more. طبعا ده محتاجين urgent intervention طبعا، و after excluding لو في اي acute event طبعا ده اساسي. تمام؟ ما فيش acute event محتاجين urgent seek obstetric help and exhibited the inverse. تمام؟ طبعا after counseling the patient. يعني كل حاجه ما ننساش ان احنا ما بناخدش اي قرار، احنا بنعمل ريكومند. احنا بريكومند. يعني طب هل من حق المريضه ان اقول لها والله البيبي ده يعني خلاص ده يعني سي تي جي باثولوجي والدنيا والبيبي ده هيموت دلوقتي مثلا؟ هل من حقها ترفض السيزيرين سيكشن ولا لا؟ Yeah, you have the right. برافو عليك، صح.
ده بنسميه ايه بقى في الميديكال فيزيكس؟ autonomy. اوتونومي. تماما، برافو عليك. وبيجيبوا برضه اسئله في الاكزام بهذا المنظر يعني، ويقول لك ويك سيناريو بنفس النص كده، ان ده باثولوجيكال سي تي جي والعيانه كونسلنج معاها على السي اس والعيانه رفضت، ده من حقها طبعا، وده بيتحط تحت كاتيجوري اوف اوتونومي مدام انترايوتراين. دكتور، هو ايه الرول اوف ديجيتال سكالب ستيميوليشن؟ الرول ان انت بتشوف في رياكت، لان ممكن ابقى لسه احنا بنقول السي تي جي ما اعتمدش عليه كومبليتلي. فانا دلوقتي لو عملت فيتال سكالب ستيميوليشن وحصل اكسلريشن مع الفيتال سكالب ستيميوليشن، ده معناه ايه؟ معناه ان لازم اراجع الحاله دي كويس جدا، ده معناه ان في ريسبونس، معناه ان في رياكشن. يعني ممكن انت كان عملت نايم. نعم؟ نعم ممكن بيبي كان نايم بالظبط كده. معنى فدي مهمه ان احنا قبل ما اخش على الفيتال سكالب نعمل فيتال سكالب ايه؟ الديجيتال فيتال سكالب ستيميوليشن، وده برده في النايس 2017 ما كانتش قبل كده. أنا بالظبط قدامي تقريباً ساعة ونص كده إن شاء الله، أو ساعة وربع قبل الصلاة. بس في يعني كذا التريننج بقى عايزين نطبق الكلام اللي إحنا اتكلمنا فيه ده كله، ده نطبقه على سي تي جي تريسز. بس قبل ما أبدأ في السي جي، سي تي جي أي نقطة نوت كلير أب تو ناو؟ في أي حاجة مش واضحة يا شباب؟ خلاص هناخد 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط، 5 دقايق بريك، أنا مش هقفل الريكورد، 5 دقايق بريك عشان نخش على ال سي تي جي تريسز. في عندنا لوت أوف تريسز عشان بس نثبت الكلام اللي إحنا اتكلمنا عليه دلوقتي، أوكي؟ 5 minutes break.
السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام. نبدأ بالدكتورة دينا مثلا. أيوة. فدكتورة دينا كده يعني نطبق الدكتور سيبرا فاضو على الريزم اللي قدامك، سي تي جي ريزم اللي قدامك. طيب أول حاجة نشوف ال ديترماين الريسك ده في السيناريو، ما احنا يعني مش خلاص خش بعد ديترماين الريسك على طول. احنا هنا زي ما اتفقنا الايم ان احنا عايزين نطبق الانتربريتيشن خلاص. نشوف الهارت ريت 120. يعني انا عايزك تمشي بالترتيب، يعني السي السي ده من اول حاجه ديترماين كونتراكشنز. هاو ميني كونتراكشنز 10 مينتس قدامك. ثلاثه ماشي from 3 to 4 تمام. ايوه بعدين بشوف البيزلاين هارت ريت. ايوه المفروض بشوف مكان، يعني ايش كنت واضحه الصوره ولا مش واضحه؟ يعني تقريبا عند 120 انا بره يعني شوفي عندك 60 80 يعني ما بين كل يعني هنا 60 اهو 70 يعني كل 65 يعني كل سمول سكوير باي 5 مينتس 5 بيت بير مينت بدل من اول. شايفه الارقام دي ولا الصوره مش واضحه؟ 20 هي زايده 20 انا مش شايفه كويس. لا يعني هنا يعني 60 80 يعني البيز لاين عند 120 لا ده اكتر بكتير. لا ازاي 120؟ ازاي 120؟ حاول اكبر الصوره. طيب 160 كده احسن الصوره شويه. كده احسن الصوره تمام يا دكتور. يعني احنا اولا احنا قلنا بنحسب ازاي البيز لاين هارت ريت. انا بشوف اريا مفيش فيها كونتراكشن، مفيش كونتراكشنز تمام، ونشوف البيز لاين قد ايه عندي. يعني هنا اهو ده احنا عدي يعني عدينا ال 160. ممكن انا شايفاها ممكن عن 150 صح؟ ايوه الخط ده. انا الخط ده 140 150 160 160 بلس، يعني ده اباوت يعني قول لي مثلا 160 162 كده ماشي مشكله. طيب سيريس اكسلريشن، في اكسلريشن الفاريابيليتي، في اكسلريشن ولا مفيش؟ مفيش اكسلريشن، مو اكسلريشن تمام. في فاريابيليتي قد ايه؟ حوالي قد ايه؟ نورمال يعني نورمال صح؟ مربعين صغيرين يعني يعني انت لو خدت كده ادي مثلا هنا ادي هنا تلاقيهم نورمال فاريابيليتي ماشي، يعني اكتر من 10 اهو اكتر من 10 في بيرميتي فاريابيليتي نورمال يس. في ديسيلريشن بقى، ايه نوع الديسيلريشن اللي قدامك؟ ده فاريبل. احنا برافو عليك فاريبل فاريبل ويز كونسيرنينج فيتشر وزاوت كونسيرنينج فيتشرز. كونسيرنينج فيتشرز ممتاز. طب variable distribution with concerning feature، يبقى انا عندي هنا فين في كام ري اشورنج وكام نون اشورنج ساينس عندي؟ هو كده في واحده نون اشورنج اللي هي ايه؟ اللي هو ال variable distribution ال with pathology with concerning feature. تمام. وايه تاني؟ الفيتال هارت ريت اكتر من 160 على فكره. هنا الفيتال هارت ريت مش عارفه اجيب خالص بصراحه، مش عارفه اجيبها الهارت ريت. هو ممكن تكون الصوره مش واضحه قدامي. قلنا 150، احنا قلنا 150. لا مش 150 اكتر من 150. بص ادي هنا 140، ده 140 عند الحد دي 140، هنا 140 تمام. فكده انت ادي هنا 160 اهو، وانا البيز لاين اعلى من 160. البيز لاين اعلى من 160 بتاعك لو خدناه، فده حوالي 162 او 163 اللي هو الفيتال هارت ريت. فلما نلاقي كده نون راشورينج طب اثنين راشورينج، وات از يور اوفر اول امبريشن؟ ده باثولوجيكال سي تي جي، يبقى ده باثولوجيكال سي تي جي خلاص.
يلا أي حد من الزملاء يفضل يعمل انترفيو على السيدة. First, determine the risk. Yes. Second, the contraction. يعني 3-4 contraction. From 4 to 5 contractions. Four contraction. Baseline about 120, 140, 160. ايوه بالظبط كده. يعني بص ادي area of no contraction واشوف 160. Exactly. Yes. Acceleration, no acceleration. Yes. Variability, no variability. يعني decrease variability. Excellent. Excellent. Yes. Deceleration present. يعني من ال 160 لل 140 يعني 20 تقريبا. يعني عندي variable deceleration صح؟ variable deceleration. تمام. With features or less features well, or no features? With concerning features or no? Concerning. Excellent. تمام. يبقى انا عندي بقى هنا بقى. First انه fetal heart rate normal يعني 160. بس في deceleration with concerning feature. Yeah. So it's non-reassuring. بعد كم non-reassuring موجودة؟ One. Only one. خلاص يبقى what is your category? Non-reassuring يعني non-reassuring CTG. لا. يا دكتور احنا قلنا non-reassuring. يبقى برافو عليك، وعايزين بس نركز بالله عليك يعني ما نلخبطش الفيتشرز بالكاتيجورايزيشن. انت في النهايه بتقول اوفر اول امبريشن اللي هو الكاتيجوري اللي هو الكاتيجوري بتاعك. تمام؟ الكاتيجوري بتاعنا هنا ده في السي تي ده سسبيشس سي تي صح؟ تمام. كملي يا دكتور. ماشي. البيز لاين 150 160، هاي اللي مش واضحة بس أعتقد 160. ما احنا بص احنا نفس الكلام، هنشوف ادي عندي 33 of contraction وشوف شوفي 160 كم 40 120 140 160 أكثر. الرقم أكثر. يعني انا اشوف انت لو انا خدت بدل المنظر كده هو الرقم كم؟ هو اللي فوق ده 180 170 في النص، هو من بين 160 و180. 170 بالظبط. Contraction. Contraction 4 تقريبا. Baseline we assess it. Acceleration not present. ايوه. Deceleration present. ايوه. What is the type of deceleration? What's the type of deceleration? Variable. تمام. With concerning or without concerning features. With concerning. طبعا اللي احنا قدامنا ده يعني هنا ده اقل من 30 minutes صح كده؟ يعني احنا اللي احنا قدامنا ده اقل من 30 minutes. فدي variable descent with less than 30 minutes، يبقى تشخيصها ايه او في اي نوع من الفيتشر دي؟ يعني non reassuring or abnormal feature. Non-reassuring. ممتاز. But what is your categorization? What is overall impression? Pathological. Yes. Yes. Why pathological? Two non-reassuring. اللي هم ايه بالظبط؟ معلش تاني. ايه two non-reassuring؟ Deceleration. برافو عليك. يبقى عندي البيزلاين هارت ريت 170 is non-reassuring. And then variable deceleration with features less than 30 minutes. Another issue. يبقى عندي 2 NR. 2 NR معناه ده pathological CTG. خلاص؟ دكتور معلش، هو امتى بقى بشوف موضوع نص الكونتراكشن ومش نص الكونتراكشن ده؟ هنقوله دلوقتي. هنقوله ولا نشوفه وقت يعني. يعني انت عندك هنا ادي مثلا ده في 10 minutes، 10 minutes بتوعنا اهو. ادي 10 minutes مثلا من هنا. لحد هنا 10 minutes. تمام؟ انا عندي كام؟ وعندي هنا ده في حوالي 5 contractions خلاص؟ وثلاثة. تمام؟ بس انا المشكلة ان انا هنا عندي السي تي جي ده او التريس ده اقل من 30 minutes. اقل من 30 minutes. هل معايا other risk factor ولا لا؟ ما انا ما اعرفش السيناريو. واخد بالك؟ ولهذا احنا قلنا لو اقل من 30 minutes وفي risk factor تعتبر abnormal feature.
ماشي. ولهذا ليه بنقول ان احنا لابد ان احنا نبقى فاهمين السيناريو ايه اللي مكتوب فيه بالظبط، ايه ريسك فاكتور ولا لا، ده بيفرق معانا في كل حاجه. ماشي. فهو الايم بتاع الليكشر النهارده ان احنا هاو تو انتربريت، ان احنا ازاي نعرف يعني ايه فيتشرز، يعني ايه الكاتيجوري، وازاي نعرف الابنورمال من النورمال، وبعد كده بلد وانا الريسك قدامك موجود في السيناريو، ونبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. يبقى لازم ان انا عشان اقول اوفر اول امبريشن اكون عارف ايه الريسك اللي موجود معايا، ديترماين الريسك. بدليل ان احنا لو قلنا اقل من 30 مينتس موجود فاريبل ديسيجنريشن، واقل حتى من 50 كنت لكن في ريسك، يبقى دي بنعتبرها ابنورمال. يلا اي حد يتفضل. Here determine the risk. I know I don't know the يعني history. Contraction yes. not present. Yes. Baseline 160. ممتاز. 160. Deceleration yes. acceleration not present. لا present يعني من 160 إلى 165. فين الاكسلريشن؟ لازم تبقى 15. احنا قلنا اه طبعا ما نكملش اكسلريشن بس يعني عشان نقول اكسلريشن زي ما اتفقنا 15 سكند فور 15 بيت فور مور ذان 15 سكند. ماشي. ما عنديش اكسلريشن هنا. دي variability based on variability. ايه رايك؟ decrease variability. ايوه اقل من 5 فور دي كاركترستمنت صح. ديسيلريشن بريزنت هاي في الاخير. دي سنجل برولونجد في فاريبل ديسيلريشن وبرولونجد 1 ديسيلريشن. ايه رايك في دي برولونجد؟ برولونجد يعني واخده اكتر من 3 اند هاف مينت صح. دي بس لوجيكال لوحدها على طول. برافو عليك. بس كده خلاص. يبقى ده عندي ده كده يعني عندي وان ابنورمال فيتشر صح كده؟ عندي وان ابنورمال فيتشر اللي هي برولونج ديسيليريشن في مور ذان 3 مينتس. دكتور سلام مش المفروض ان الاخيره دي واحده فيهم فاريبل بعدين رجعت البيز لاين بعدين كملت برولونجد، ولا بنحسب الاثنين على بعض؟ لا انا دلوقتي عندي بص يعني وجود دي لوحديها وجود دي لوحديها اللي هي برولونج ديسيليريشن دي وجودها دي لوحديها دي بيتحط تحت اي كلاسيفيكيشن. يعني دي 3 مينيت انا بالنسبه لي 3 مينيت اللي هي يعني حضرتك واحده فاريبل واحد بعدين رجعت البيز لاين تاني بعدين نزلت حضرتك بتحسب الاثنين على بعض. انا دوت العبره بالخواتيم زي ما بيقولوا يعني هي ممكن يبقى فيه فاريبل في الاول لكن بعد كده بقت الولد ده والبي الست ما عملناش اي ريسسيتيشن او عندي في ان جوينج بليدنج ولا طفر الحاله اللي موجوده تمام وطيف الريسك اللي موجود في النهايه بقى عندي برولونج بيس ريتش مور ذان 3 اند هاف مينت يعني وصل لاقل من 80 الفيتال هار كده انت وده اللي في يعني هذا اللي في البدايه also deceleration. ايوه ده برضه deceleration from 160 to 120 ده deceleration ده deceleration deceleration لكن انا عندي في النهايه بقى يبقى ايه سي تي جي مور ديتريتد سي تي جي. ماشي. يعني عند الحاله ما حصلش ريسسيتيشن حصل الريزيستنت كوز للباثولوجيكال سي تي جي فده باثولوجيكال سي تي جي خلاص مش هطلع انا بقى اقول لا ده طب ده انا في حته اكسلريشن اهي طب انا مات ايه المشكله يعني؟ ماشي لان يعني عندنا في ديتريشن حصل تمام؟ اللي يمنع ان يكون ده في بدا يبقى في كوردر لابس اللي يمنع ان يكون في بلاسنتال ابرابشر اللي يمنع يكون في رابشر يوترس فده هنا ده برولونجد اللي يبقى الفيتشر اللي عندي هنا دي عندي ان انا بعلق بالحاجه الحاجه اللي هي المور ريسك طبعا في الاخر يعني عندي هنا ده برولونج ديسيدريشن سنجل برولونج ديسيدريشن فور مور ذان 3 مينتس فده بس لوجيكال سيتي.
هو انا بس الاختلاف دكتور صلاح ان حضرتك حاسبها يعني حاسب الديسيليشن الفاريبل مع اللي بعدها، البرولونج المفروض تتحسب لوحدها عشان تبقى يعني تبقى محسوبه اكتر من سليم منها، صح ولا ايه؟ انت لحظه واحده، انت دلوقتي طاقه في السي تي جي ده قدامك ده، لا انا قصدي الفاريبل الاخيره يعني اللي حضرتك واخدهم الاتنين مع بعض، هي واحده فيهم فاريبل وواحده فيهم برولونج. ليه قصدك دي يعني؟ ايوه يعني قصدك دي كده ودي كده؟ ماشي ايوه ماشي. طب وايه برضو في النهايه احنا وصلنا لايه؟ التانية برولونجد ايوه تمام، هي 3 مينت انا في النهايه تمام فهمت قصدي ايوه ازاي؟ هي اللي عندها اكتر اكتر يعني من ده كده معناه سي تي جي ديتريتنج، سي تي جي ديتريت ايوه ايوه تمام ايوه ماشي. فانا لازم انا هنا بقى في الحاله دي ان انا اكسكلود الاكيوت ايفنتس، ولازم انترفنشن، لازم انا هنا اكسكلود الاكيوت ايفنت من كوردر لابس رابشر يوترس ابرابشر بلاسنتي ريفيو السينيور اوبستريشن سينيور ميد وايف، ممكن اعمل فيتال سكالب ستيموليشن فيتال بلاد سامبل اف اتس ابروبريت. الايم بتاعها في الحاله دي اكسبيليتي البيرث، التارجت تو اكسبيليتي البيرث. اوكي عملنا اكسكلود الاكيوت ايفنت وعند الحاله فولي دايليتد وبلس 1 بلس 2 يبقى انسترومنتال دليفري ات وانس. يعني لو العيانه دي مثلا فولي دايليتد وبلس 2 على السي تي جي ده، هل افكر اقول اعمل فيتا بلاد سامبل؟ نعم يعني نو نيد. برافو عليك. لا انا عايز يعني التارجت بتاعنا انا في الحاله دي ان انا اكسبت البيرس والعيانه كانديديت فور انسترومنتال دليفري، خلاص جو اهيد وانسترومنتال دليفري. عايز الاسرع، انا عايز الاسرع، مش هستنى بقى اعمل كده بلاد سامبل والله اعلم عملناها اكيوريت ولا نوت اكيوريت وطلعت مش عارف. فده مش ده المطلوب، مش ده الاستراتيجي بتاع المانجر. احنا قلنا الايم بتاعي في الباثولوجي ان انا اكسبريت البيرس افتر رولينج اوت يعني الاكيوت ايفنت في الاول، طبعا دي هتبقى بتفرق معانا في الديسيجن اكسكلود الاكيوت ايفنت، وان انا الايم ان انا اكسبريت البيرس اسرع عليه حسب بقى السيتويشن اللي قدامي. طب فور دايليتد والماينس يبقى خلاص، يبقى دي فور. ممكن انا بقى اعمل بقى في تابلت سامبل في الحاله دي عشان برضه ما اخش على السيزيريان سيكت، لان عندهم السيزيريان سيكت ده اخر حاجه بيفكروا فيها يعني. تمام يعني انا ما حدش يتسرع ويقول سي اس، لا انا لو العينه دي فور دايليت على بصيغه سي تي جي والستيشن بالماينس يبقى انا وعندي والعيانه ابروبريت فور فيتال سكالب الكترود فيرست اف ذير از نو رياكشن جو اهيد فور فيتال بلاد سامبل وتشوف بقى هي نورمال اب نورمال اور فور ذا لايف. وطبعا اكيد انتوا عارفين الارقام بتاعه الفيتال بلاد سامبل. اوكي يبقى ده باثولوجيكال سي تي جي بناء على السنجل برولونج ديسيليشن عندي 1 اب نورمال فيتشر اللي هي السنجل برولونج ديسيليشن 3 اند 1. ده sinusoidal decrease variability يعني according to time ده برضو abnormal features المفروض ده كام الفيتال هارت ريت؟ 160 ده الفيتال هارت ريت يعني بالظبط لو هنحسبها مظبوط 165 هتلاقي مثلا 165 في تغير كده 165 كونتراكشن عندنا from 3 to 4 كونتراكشن نو اكسلريشن صح؟ وفاريابيلتي قد ايه؟ ريديوس less than 5 صح كده؟ في ديسلريشن عندي؟ نو ديسلريشن نو اكسلريشن. طيب what is your overall impression؟ نعم ده باثولوجيكال. ليه باثولوجيكال؟ على حسب الوقت، لو لا. اقل من 40 دقيقه يبقى لا نورمال. لا 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 طب لحظه واحده، انت دلوقتي قلت باثولوجيكال بناء عليه عشان اقول باثولوجيكال محتاج ايه؟ التايم هو اكوردنج التايم ماشي، بس محتاج ايه في الفيتشر؟ هو الساينوسويدال ده ما يعتبرش حاجه كمان يعني لا ده مش ساينوسويدال يا جماعه، ده مش ساينوسويدال. لا 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 ده ديكريز فاريابيلتي بس. ده مش ساينوسويدال. لا ده مش ساينوسويدال.
بيبقى ماشي ريجولار ريزم كده. بالظبط. فهنا ده ايه، ايه اللي عند الفيتشرز، ايه اللي عندي فيتشرز هنا ان ار، ايه الان ار فيتشرز اللي عندي؟ decrease variability والهارت ريت عالي. احنا عشان هو نقول لو عشان احسب ان decrease variability واقول فيها نان ريشيو، يبقى لازم عايز 30 minutes more than 30 minutes. ده من 30 minutes، اكتر من ركز 40 بس في دقيقة. الكلام يعني، ده more من than 30 40 minutes صح؟ more than 40 احنا قلنا من 30 to 50 minutes، from 30 to 50 minutes، فده اقل من 30 minutes. هو في decrease variability صحيح بس less than 30 minutes، تمام؟ لكن ايه اللي وضع عندي نان ريشورنج فيتشر؟ الهارت ريت كام؟ اكتر من 160. 160. يبقى عندي only one one ان ار اكوردنج للتريس اللي قدامي ده، يبقى ده suspicious استراتيجي. خلاص اي حد يتفضل يا جماعه عشان بس الوقت. البيز لاين 122 تقريبا 125. لحظه بس برضه بدنا نوضح بس الامور، يعني هاخد بس اريا هنا كده فري اوف كون فاضي ماشي خليك هنا. 120 هو يعني هنا about بيعدي 130، about 130 ده وانت وانت ايه ده وانت وانت هنا تحت، هنا يبقى 130 صح. تمام. contraction تقريبا 3 contraction 4 contraction normal يعني 4 to 5 contraction yes. acceleration not present. برافو عليك excellent. no acceleration. variability variability reduce reduce لا what normal what normal اهو اهو يا دكتوره بس اهو normal yes تمام. تقريبا 100 this cell deceleration not present. Okay, what's your overall impression? Normal. Normal CTG. Contract normal. كيف normal contraction؟ واحد اثنين. يعني احنا لو خدنا 10 minutes اهو. Decrease يعني لسه في الأول early labor. واحد يعني حوالي 2 contractions. اوكي. بيز لاين free of contraction above it تقريبا 110. برافو عليك 110 فعلا. acceleration في اكسس ولا ما في؟ في acceleration. في acceleration. variability normal variability تمام. في deceleration ولا لا؟ ما فيش. What is your overall impression? Normal CTG. ممتاز. Normal CTG برضه. لا احنا عايزين نعمل اناليسيس عشان بس الباقي الزملاء يعني ستيب باي ستيب اناليسيس بيس. قلت بناء عليه قلت نورمال يا دكتوره. لا انا بصيت فوق بس، بس يعني الكونتراكشن تحت فيه احنا نمشي ستيب باي ستيب عشان بس تمام صح كونفيوزد ايوه ما نتسرحش في الاكزام بليز. البيز لاين على 130 ممتاز. الكونتراكشن في بارت بس من الكونتراكشن نوت ريتيرن البيز لاين ثلاثة كونتراكشن. لا احنا ما احنا زي احنا بنعلق على الفريكونسي زي ما قلت لك يعني في السي تي جي نورمال يعني تمام. لو خدنا لو خدنا في 10 مينت 2 3 4 كونتراكشن نورمال تمام. الاكسلريشن بوزيتيف موجوده نو ديسلريشن. لا لا لحظه لحظه بقى فين الاكسلريشن؟ اولا احنا عندنا كل سمول سكور هنا بيمثل كام؟ في اخر السي تي جي ايوه يعني شوف احنا بنقول بنطالع في نشوف 1 مينت الحته دي خلاص. هنا ده بدا من كام هنا 60 صح كده؟ يبقى كل مربع صغير 5 فيت بير مينت تمام. طيب عشان اقول اكسلريشن قلنا يبقى محتاج قد ايه؟ 15 اكثر من 15. طب هل دول 15 دول؟ لا انا قصدي على اخر السي تي جي اللي في الاخر
كله نفس الكلام. انت هنا لا لا انت ده الاكسجين كده. هي أعلى من البيز لاين، يعني البيز لاين بيبقى ماشي على ال البيز لاين، البيز لاين بتاع العضله. تمام، اللي في الآخر ده مربعين تقريبا. مش هتفرق معانا يعني، احنا زي ما اتفقنا، احنا حتى لو اكسجين موجوده او مش موجوده بالظبط. في نورمال خلاص مش يعني هو هي. نورمال. تمام. اوكي ايه اوكي ها. المهم في ديسيليشن اور نوت؟ لا no distinction، So what is your overall impression? normal CTG. Excellent. البيز لاين على 1 على 100. 110 110 is like فوق الخط اللي فوقه. طيب الكونتراكشن نوت نورمال، يعني اقل يعني 2 في تو 10 مينت، 2 في 10 مينت. الجزء الأخير فيه decrease variability. احنا مش بنقول الجزء الاخير والجزء الاولاني يعني، احنا مثلا بناخد اريا ما فيهاش برضه اكسليشن وديسليشن وبحسب الايه الفاريابيلتي. فهنا هتلاقي الفاريابيلتي احنا مور ذان 5 يعني نورمال. هي الجزء القليل ما كملش، يعني ما كملش 30 مينت. زي ديسليشن لا no distinction. خلاص وات يور اوفر امبريشن؟ normal CTG. نورمال سي تي جي. اوكي أكمل؟ تفضل. طيب البيز لاين 110، اوكي الكونتراكشن 1 2 3 4 يعني about 4 in 10 minutes. لا انا about the 2 to 3 contracts in 10 minutes. اوكي يلا. طيب تمام صح، اللي هو ال ايوه اللونج وان. و there is acceleration no deceleration normal CTG. What is your variability؟ كمل لي variability. وال variability موجودة good moderate variability. And deceleration؟ no deceleration. اوكي this is normal. طب احنا لما نجيب صور للنورمال، لان ده الاصل في الموضوع ان احنا نبقى عارف النورمال، وبالتالي اي حاجه اب نورمال تشد انتباهك. دكتور رهف. دكتور ال contraction تقريبا 3 contraction per 10 minutes. More than 3. More than yes. Baseline fetal heart rate more than 160. لا يا دكتور حدد الله يكرمك، ده مهم اصلا يعني، ممكن تبقى 165 suspicious. هناخد اي لو سمحت، هو السي تي جي اللي بالشكل ده ال 10 minutes بتوع فين؟ من تحت. انت دلوقتي بتحسب اللي هو من تحت. يعني ال 10 minutes يعني مع الشكل ال احنا قلنا كل مربع ده بيتقسم لمربعين صغيرين، يبقى كل مربع دي لما احسب انا 1 2 3 4 5 يبقى ده 10 مينتس هذا المنظر مثلا كده، دول 10 مينتس مثلا بتوع مثلا يعني احسبيها بالايه بالعدد المربعات اللي سالنا عليها. ايوه تمام. اوكي سو ذا بيز لاين في كام هنا؟ 185. نعم 185. اوكي مور ذان بليز، يعني هو ده مور ذان 185. انت خدت هنا ده اريا ما فيش كونتراكشن اهو، لو انا قصادها اطلع يبقى البيز لاين بتاعي كام؟ يعني داخل على 200. لو مشيت كده هتلاقي البيز لاين بتاعنا اكتر من 190 يعني، 200 about 200. تمام. acceleration not present. طب انت لما تلاقي هذا خلاص يبقى ما تتبعش نفسك تاني، احنا بس احنا بنشوف ان احنا بنطلع فعلا كل الفيتشرز، لكن ده وانس ان تلاقي السي تي الفيتال هارت ب 200 خلاص ده باثولوجيكال سي تي جي اكيد. صح باثولوجي. تمام.
كملي يا دكتوره. تقريبا per 10 minutes 1 2 3 4 contraction. Yes. Area free of contraction to see the baseline fetal heart rate, which is about يعني 170. Yes. Yes. The first abnormal هو 170. 170 abnormal. لا يعني قصدي يعني في تلتكي ان ار ان ار نان ريأشور نان ريأشور acceleration not present. Yes. Deceleration not present. قبل الديسلريشن variability 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 reduced. ليه؟ normal variability من 160 و deceleration ما فيش. Yes. So what is your overall impression? Suspicious. Profile. Suspicious. Okay. Another one. Per 10 minute 1, 2, 3, 4 contraction. Yeah. Area free of contraction to see fetal heart, baseline fetal heart rate, which is about 160. تقريبا 180. Yes. 180. Yes. Acceleration not present. Yeah. Variability. لا acceleration not present to why? At a at the end present. Acceleration. Nice. مش هذا اللي في البداية من 180 ل 160 deceleration ولا ده ارتفاع؟ لا لا ما كملتش 15 صح؟ ما كملتش 15 no deceleration no deceleration. So what is your overall impression؟ هو الـ fetal heart rate احنا قلنا كده 180 180 فهو suspect. الميو تمين دي abnormal or non-reassuring؟ Non-reassuring. Okay. Non-reassuring. So, only one non-reassuring. So, what is your category? Suspicious. Suspicious. Excellent. معلش ممكن تبقى الصور مش واضحة كويس بس احنا يعني بنحاول نلقط الايه؟ الحاجة اللي هي abnormalities يعني بس عايزين احنا بنتعود على step by step analysis. Yes. For action per day. Area free of contraction to see the baseline which is 160. 170. 170. This variability. Baseline variability. Deceleration present. What's the type of deceleration? يعني late or mirror image. This is variable deceleration. Shouldering. The shouldering. ما فيش shouldering. فين shouldering؟ هذي ده deceleration. تمام؟ وادي دبليو شيب منظر تمام ومفيش فاريابيليتي في الديسيليشن نفسها يعني فلات لاين تمام بي فاريبل ديسيليشن مفيش شولدرنج نو شولدرنج على طول نازله هي كده ماشي مع كل الكونتراكشن يا دكتور ثروت نعم ماشي ماشي مع كل الكونتراكشن ماشي مع كل هي واخده اكتر يعني انت لو انت خدت 10 مينتس هتلاقي اكتر من 50% من الكونتراكشنز معاهم الديسلريشن اكتر من 50% من الكونتراكشن هي تقريبا مع كل كونتراكشن ماشي كمان يعني مع كل الكونتراكشن ديسلريشن يعني مور ذان 50 يعني مور ذان 50 مور ذان 50 ايوه تمام ماشي وعندي البيز لاين 170 فهو باثولوجي يبقى ده باثولوجي بس خلاص انت
دكتورة دينا اتفضلي. طيب الكونتراكشن هنا الكونتراكشن 3 تقريبا في العشر دقايق، البيز لاين 140، بيز لاين 140 145 نورمال. يس. طيب وبعدين الفاريابيليتي ريديوست، ممتاز صح، ما فيش اكسلريشن، ما فيش اكسلريشن وما فيش ديسلريشن. تمام، هنا الفاريابيليتي لسه 5 بس، عايزين عشان نقول ان ديت ان ار لازم يكون ايه اقل من بتاع دوت 30 مينتس، صح؟ من 30 و50 مينتس. لكن بناء على البيبر اللي قدامنا دي كده اهو، احنا ما اقدرش اقول ان دي ان ار فيتشر، صح؟ لان اقل من كام؟ قال المفروض تبقى 30 و50 مينتس. هنا ده كده على اللي قدامنا ده يعتبر ايه؟ نورمال. نورمال، ممتاز. دكتوره زينب؟ الكونتراكشن بالنسبه لي انا مش واضح يعني. ليه مش واضح؟ خلاص رفعت الصوره، ماشي. تمام. 2 في العشر دقائق. تمام. ال variability البيز لاين، البيز لاين كام؟ البيز لاين 140. ممتاز ممتاز. ال variability موجوده. acceleration اخبارها ايه؟ موجوده. Yeah. variability موجوده برضو، يعني as a whole موجوده، يعني في جزء موجود بس reduced، بس reduced variability less than 5 يعني. هي الفكره بس تقول صارت لما السي تي جي بيكون راسم المربعات على مساحات صغيره. هي فعلا لازم تتحسب، لان لما بقى برضو الشكل يعني المربعات مرسوم على مسافات كبيره، حضرتك فاهمني؟ ايوه يعني ممكن تكون انا ساعات بس باخدها بالصوره، لان عينيا واخده على سي تي جي مثلا بمربعات معينه، فهي لازم تتحسب فعلا. صح، احنا عندنا مربعات زي ما اتفقنا في اليو كي، احنا في الاشغال في الاكزام هتبقى زي كده، مربع كبير مرسوم لمربعين اللي هي 1 سم 1 سي ام بير مينيت، خلاص يبقى ده 30 سكند وده 30 سكند. ايوه اللي في نفس ده متقسم لسته بقى بالنسبه للامريكان، فهتلاقي كل واحد 10 ثواني. بس الجزء الاخراني مش يعني مش الفاريابيلتي فيه معقوله يعني كويسه، صح؟ ماشي، يعني هي ريديوز شويه. لا ريديوز يعني لو اوفر اول هتلاقي، بس هو اوفر اول نورمال، صح؟ اوفر، برافو عليك، هو اوفر اول نورمال. ليه؟ لان احنا قلنا ريديوز في اكسلريشن بالظبط كده، ما عنديش ديسلريشن، في اكسلريشن ونو ديسلريشن. اوكي، وعشان اقول الفاريابيلتي دي ديكريزد وتبقى سيجنيفيكانت بالنسبه لنا، لازم تكون اقل حاجه كانوا 6 و50 مينت. فده اوفر اول زي ما انت قلت كده، برافو عليك، ده نورمال. كم هي التوازن؟ البيز لاين الأول كونتراكشن، الريجولار كونتراكشن. طيب تو كونتراكشنز، تو كونتراكشن ماشي. بيز لاين 110. ازاي 110؟ أنا شايفة 100 بعدها 110. لا دي 110 اصلا، يعني دي 100 اللي فوق. ايه انا مش شايفه الرقم، يعني ادي هنا 100 120، ادي 130 يعني فوق ال 130، فاهمه؟ لو انت خدت بالمنظر ده كده هتلاقيه اكتر من 130 135 ده البيز لاين. يعني بص احنا يعني المهم مش ان احنا نقول كام الرقم بالظبط دلوقتي، ان احنا بس نعرف ان احنا كيف بنحسب البيز لاين. طبعا اكيد في الاكزام بيبقى الصوره اوضح من كده، ماشي تمام. فاحنا 130 زي 135 زي 140، احنا كل ده وزن نورمال. ها 130 140 مثلا، هتفرق ايه المشكله؟ نورمال، صح؟ ايوه تمام. الفاريابيلتي موجوده مودريت، نو ديسيليريشن، ممكن في 1 اكسلريشن في الاول خالص، في يعني نورمال سي تي جي برضه. طيب احنا عندنا لحظه بس، الكامل كام؟ كل فيرتيكال بقد ايه؟ 5. تمام. طيب احنا
يعني شوفوا كده وريني الفيابيت قد ايه مش مكمله حتى خالص. يعني يعني لو ركزنا شويه في الاي سي في السي تي جي ده يعني الجزء المربع هتلاقي اوفر اول اوفر اول يعني مور اور ليس بيلونج تو ذا ساينوسويدال وان. يعني الفاريابيلتي فيري ريديوسد خالص يعني في كل الاوفر اول سي تي جي لو طيب ركزت فيها. في المربع الأولاني والتاني مش معقولة يعني. احنا مش يعني مش بالمزاج يعني احنا دلوقتي ده بقول لك كل سمول سكور 5. يعني انت لو مسكت اللي فوق واللي تحت بين هنا وهنا مثلا النقطة دي وهنا هتلاقي اقل. بس هي طبعا عشان نقول برضو ده abnormal يعني لازم يكون الايه يعني الديوريشن. لكن هو اوفرول بصراحه الفاريابيلتي دي سيئه جدا هنا. واحنا قلنا ده موست امبورتنت الفاريابيلتي ان هي دي بتريفلكت السي ان اس اكتيفيتي. يعني انا وجهه نظري السي تي جي السي تي جي ده abnormal سي تي جي بسبب الفاريابيلتي. هو لازم يكون جايبها كده اكتر من 50 سكند. بس انت لما تلاقي سينوسويدال باترن قلنا اكتر من 40 مينتس اكتر من 40 مينتس وده ما يكملش برضه 40 مينتس. لكن هو لو ده 40 مينتس كان يعتبر باثولوجيكال سيف بسبب الفاريابيلتي. خلاص بتعرف بير 10 مينت الكونتراكشن تقريبا 2 يا البيز لاين اريا 3 بوف تقريبا 135 اكسبريشن البيز لاين there is acceleration or not acceleration present yes and deceleration not present and baseline variability okay it's normal yes yes excellent ليه مترددة ما تفشل ممتاز الحمد لله. يا دكتور احمد احمد يا دكتور مع حضرتك يلا كده نسمع صوتك. لا لا النهارده انا بس انا بستفيد من خبرات اخواتي اللي في برشا. طيب ماشي وقعدت تقول لي الدولار نزل. لا الدولار نزل تاني يا عم احمد بقى يعني الدولار ما يا ريتنا كنا خدنا ال 10 دولار يا فندم. شفت انت بقى يعني ماشي يا محمود بتقول لي معلومات غلط انت يا محمود معلش. ماشي يا باشا ايوه بتوع راحة اتفضلي او بتوع زينب اي حد يعني من ما يعني كلكم اي حد عايز يتكلم اتفضل. الكونتراكشن الانتيميت تو كونتراكشن انتيميت 1 اور 2 ده اكتر يبدا فيه 1 2 ازاي احنا ده عندنا 2 مينتس اهو يبقى ده هنا اباوت 3 كونتراكشن فين بقى التم يعني انا اول 10 مينت فيها 1 2 صح كده؟ ماشي طيب وبعدين التم مينت الثانيه فيها 3 كونتراكشن يعني 2 to 3 كونتراكشن طيب تمام ماشي البيز لاين 120 سيرتي. بص يا زينب ادي عندك 130 ايوه تمام 130 ده الاكتر ايوه ما بين الكونتراكشن تمام 130 في ديكريز فاريابيلتي ديكريز فاريابيلتي اوكي بس زي ما اتفقنا مش هعلق عليه لان انا عندي ستريس قد ايه اباوت 20 مينتس فمش اقل كمان من 20 مينتس بس هي ديكريز فاريابيلتي في ديسيليشن ولا لا؟ No deceleration لأن هي ما كملتش ال 15 second. أنا عندي بص لحظة ما كملتش بص بص يا زينة أدي 30 تمام ماشي أدي 40 أدي لا أنا قصدي على البيتس ما كملش 15 بيت. ما أنا بص لحظة بس أنا إزاي أقول ما كملت أو ما كملتش؟ لازم أبص على الأرقام اللي قدامي دي
يبقى كل سمول سكور هنا واخد قد ايه؟ 10. برافو عليك، 10 بيتس، صح كده؟ تمام. ايوه لما انا اجي امسك حاجه زي كده اهو، ادي دي ديسيليشن، ادي ديسيليشن، خد قد ايه؟ كم مربع؟ لا حضرتك رسم الاحمر تحت التاني. بس اهو اهو اهو، ايوه هو مربع واحد مربع مربع، لا اكتر من مربع، يعني مربع ونص، يعني لو قلت كده مربع ونص. اه لو مربع ونص يبقى دي كملت. اه يبقى ده تمام. طيب هنا وادي ماشيه ازاي؟ ولو انت خدتها برضو بالظبط كده تلاقي واخده اكتر من 30 سكند. اه هي واخده اكتر من 30 سكند صح. حلو قوي، انا واخده اكتر، لحظه، واخده اكتر من 30 سكند، يبقى انا قدام حاجه من الاثنين، يا دي ايرلي يا ايه؟ يا اما ليت او ليت دي برافو عليك، سكند يا ايرلي يا ليه؟ يبقى لازم اطالع بمين؟ اللي ان كونتراكشن. هي ماشيه ماشيه مع الكونتراكشن، او يعني هي بادئه مع الكونتراكشن بدء او نهيه مع الكونتراكشن، ونهي مع الكونتراكشن early deceleration. بس يبقى ده يبقى ايه؟ وات از يور اوفر امبريشن؟ ده نورمال لان ده بيبقى اللي هو ال بس نورمال هيد سند. هيد سند اه تمام. صدقوا يا جماعه لو احنا مشينا ستيب باي ستيب اناليسيس، يعني ده نفس الكلام، حتى لو انتوا عندكم فكره عن الاي سي جي، حتى في الاي سي جي برضه كده، يعني المفروض بنمشي ستيب باي ستيب اناليسيس اوف الاي سي، لازم نبقى عارفين الويفز وطلع، يعني خلاص الاي سي جي منه، لكن اي اناليسيس لاي ريزك، لاي سي تي جي، اي سي جي، يورو داينامكس، انت اكيد شغالين في يورو داينامكس مع الدكتور محمد صح؟ يورو جاينيكولوجي. ايوه اه يبقى طبعا من ضمن المواضيع المهمه جدا ان ما فيش حاجه اسمها اكزام ما يبقاش في يورو جاينيكولوجي يعني اصلا، فممكن يجي برضو تريس اليورو داينامكس، تبقوا عارفين ازاي هاو تو انتربريت اليورو داينامكس. اليورو داينامكس مهم جدا جدا، ازاي تعرف ان ده يورو دايناميك ستريس اون كونتيننس، ده التروز اوف اوفر اكتيفيتي، ويت اور دراي، نبقى ميكسد، نبقى فاهمين يعني ايه تروزر انستابيليتي، كل الكلام ده مهم جدا، بيتجاب عليه سيناريوز كتيره في الامتحان، ممكن 2 تو 3 كيسز تبقوا موجودين. يعني هو بيعز قوي الرسومات، يعني يعز قوي السي تي جي اليورو دايناميك زي ما اتفقنا. احيانا يجيب بعض صور للالتراسونيك فايندنج بتاعت المسكاريز وكده، فنبقى عارفين النقاط دي. تمام؟ طيب. ايوه. طيب هنا ال contractions 2 أو 3 ماشي اوكي. normal. تمام. نشوف ال baseline. ايوه. يعني حوالي 150. ممتاز. صح. ده normal. variability reduced بس مش هعلق عليها عادي. تمام. acceleration مفيش. أيوة. في deceleration اللي هي 30 ثانية early deceleration. تمام يبقى ده normal خلاص. normal طيب هنا واحدة أو اتنين في العشر دقايق contraction. ممكن بس الصورة اللي فاتت هي دي ديسيليشن دي كملت اكتر من اكتر من 15 بيت، هو البيز لاين على 150 وهي نازله على 140 صح كده؟ الايه؟ البيز لاين على 150 يعني انا قلنا ست البيز لاين 150 فعلا. ايوه وهي نازله على 140 صح كده؟ احنا عندنا علاقه 60 لكام 80، كل سمول سكور قد ايه؟ 10 لا 5 خمسة. من خمسة. ما هي دي مهمة يا جماعة، لازم احنا قلنا ما هي مش هي فاكرين اهو دي كده. هي مرسومة على 140، هي نازلة على 140 رقم مكتوب صح؟ انت ماشي، انت عندك واخدة كام مربع؟ كام؟ ما هو اتنين يبقى 10. يعني هنا بص واحد ادي التاني مع بداية التالت، يعني كده مش احنا بنحسب من البيز لاين دكتور صلوات صح؟ احنا بنحسبها اصلا ما تحسب من البيز لاين، لكن انت بتشوف هي نازله قد ايه، كام مربع من البيز لاين. ماشي. هي 140 او فوق ال 140 كمان. هي شوف احنا يعني احنا مش يعني انت ممكن تلاقي واحده اكتر واحده اقل، لكن احنا الفكره ان احنا عايزين بس تمام هاو تو ديجنوز ايرلي ديسيليريشن
ليه ديسيدريشن اه فاريبل اه فهمت ديسيدريشن، قصدك. ممكن ايوه تبقى تمام دي رسومات ممكن تكون مش يعني مش واضحه قوي بصراحه تمام الارقام، يعني ماشي. انا شايفها بالعافيه اصلا. ف ايوه لكن في الاكزام بتبقى الامور اوضح من كده، تمام زائد الكونسيبت بتاع زي ما احنا عايزين نفهم يعني انت هاو تو انالايز. تمام واكيد طبعا في المستشفى عندك الامور اوضح واوضح. اه انا بس بحاول ادقق فيهم لان الرسومات نفسها مختلفة. يعني احنا في وقت بتبطل ان انت ايه تقعد تعد خلاص هي الرسمة، فلو جت رسمة مختلفة في امتحان لا، مع فانا رسمة بحاول اعد عشان كده عشان رسمة ارجع مختلفة اتعود في ان انا امتحان، اعد يبقى لازم نمشي ستيب باي ستيب بالظبط. اه وتبقى الأمور ايوه أوضح، صح تبقى هي الصورة بالظبط أوضح. صح تمام. ايوه صح. طيب هنا في اتنين او زي تلاتة ما بقول لك، كومنت. الأهم من كل ده أنت بتشوف الريسك اللي موجود في السيناريو، يعني ما نبقاش إحنا كل تفكيرنا بس الكونسنتريشن، أنا بص في التريس، لا. يعني تركيز أنا في السيناريو قدام بالظبط. السيناريو ايه الموضوع؟ عملنا رابشر ميمبرين وحصل صادن دروب في الفيتال هارت، يبقى ده دماغك تروح لفين؟ كورد برولابس. يبقى فاهمه ازاي؟ يبقى اذا في حاجات انت بتلقطيها من السيناريو، فايفن حتى اللي موجود في السيناريو مش هيبقى شبه، مش يبقى اجابه السؤال معتمده على فهمك للريسك فاكتور اللي موجود في السيناريو. تمام تمام. طيب هو البيز لاين هنا المفروض على 170 الهارت ريت. فين؟ يعني احنا هناخد مثلا اريا زي كده اهو، ماشي، وهنطلع نحسب قصادها، دي 150 بعدها 180. ماشي، يعني اللاين بينزل مني، فانت عندك هنا بالظبط ادي يعني فوق ال 150، يعني فاهمه؟ يعني البيز لاين هيبقى 100، حوالي 155 مثلا. مش على الخط اللي فوقه على طول. ما احنا بص احنا بناخد اريا زي ما بقول لك، اريا ما يكونش فيها كونتراكشن، ماشي، نحاول اريا ما فيش كونتراكشن ونشوف قصادها. فلو اريا من هنا كده وبتاخد الخط بهذا المنظر هتلاقيه عدى ال 150 ايوه وايه؟ اه يعني about 155 مثلا. تمام؟ يعني نورمال نورمال. نورمال بالنسبه ايوه للفيتا هارت، نورمال، يس. ما فيش اكسلريشن هنا. وفي ديسلريشن What's the type of deceleration؟ دي بعد ديليت، برافو يعني عليك. ده اكتر من 30 ثانية، وبعد الكونتراكشن برافو ده. عليك، وبعد الكونتراكشن، ادي الكونتراكشن عندي اهي. ده اللي انا عايزه، يعني ده اللي احنا عايزين بقى نطلع منه النهارده، يعني نبقى عرفنا ليه الديسيجن ما نختلفش فيها، وفاريبل ديسيجن ما نختلفش فيها، ايه اللي ديسيليريشن اوكي، ازاي احسب البيز لاين فيتال هارت، ازاي انا اقرا السيناريو اطلع الريسك، نمبر 1 ديترماين ذا ريسك. اوكي؟ وفي الاخر بنقول اوفر اول امبريشن، اوفر اول امبريشن. تمام. طب هي المفروض الليد دي بشوفها مدتها قد ايه مش كده؟ مش عميت مدتها دي، ما احنا قلنا ده شخصنا ده ليه ديسليريشن، دي دينجرس، معناها ان في عندي ريسك في يوتر بسيطه انسفشنس اصلا. دكتورة دينا قصدي دكتورة صارت اتكررت يعني في مدة قد ايه؟ لو اكتر من 3 مينتس بقى يبقى كل ما زادت طبعا الديوريشن كل ما زاد الريسك بتاع الايه؟ بتاع يعني ده يبقى suspicious. واحدة من الـ20 هنا انت حاسس ان لسه قايلينه في الجدول دلوقتي، يعني هي واخده قد ايه والديوريشن كام بتاعتنا، وهل محتاجه اكوت انترفنشن ولا لا؟ طيب هي جالنا وقت قد ايه؟ انا هطلع لك دلوقتي الجدول الثاني. ادي احنا قلنا السسبيشس بتاعنا هنا كل ده سسبيشس، فين السسبيشس بتاعنا؟ الجدول اللي هو فيه ايوه دي تمام. Late deceleration for 30 minutes or less if any maternal or fetal risk factor يعتبر pathology. طيب نعتبرها امتى؟ ان هي non reassuring late deceleration after and over 50% of contractions بس اقل من 30 minutes with no maternal or fetal risk. ولهذا عشان انا احدد بالظبط دي هي ايه حسب الريسك اللي موجود وحسب هي واخده قد ايه من الكونتراكشنز واخده. طب يعني دي واحده بس مثلا موجوده زي اللي موجوده عندنا دي، يعني اللي موجوده عندنا احنا دي اونلي 1 ليت ديسيلريشن، اونلي 1، يبقى مش واخده ال 50% اصلا من الكونتراكشنز. ايوه تمام. بس هل معاها في ريسك ولا ما فيش ريسك فاكتورز؟
على حسب هو ما يقول بقى. اه بالظبط كده. ففي الحاله بتاعتنا دي نان ريأشورنج فيتشر، ايوه نان ريأشورنج خلاص. طيب هو هنا الواحده بس النون ريأشورنج يبقى ده سسبيشس ستيجي. لو هي كده اه، لو ما عاش حاجه تانية انا ارجع تاني بس الرسمه فين الرسمه فين. اه دي دي اه كان عندي 1 ان ار يبقى ده سسبيشس ده سسبيشس. طيب هنا برضو هنا الكونتراكشن نورمال من 2 او 2 ل 3. تمام نشوف الهارت ريت مش شايف الارقام خالص. بصي الهارت ريت عندك هنا 120 وادي هنا مثلا 150 اهو، لو انت خدتي وصلت كده اهو هتلاقي حوالي البيز لاين 150 150. تمام يبقى ما فيش الفاريابيليتي هنا نورمال 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 ما فيش اكسلريشن وفي ديسلريشن. طيب what type of deceleration دي early. بصي ادي شوف شو ديسيشن، ادي كونتراكشن هو ادي ديسيشن فاريبل، ادي كونتراكشن هو ديسيشن ايه ليت ليت ديليت ديسيليريشن يا جماعه ديليت ديسيليريشن كلها بادئه بعد نهايه الكونتراكشن كلها بقى أنا. كلها بادئه بعد ديليت ديسيليريشن ليت ديسيليريشن ودي اكتر من 50% من الكونتراكشن صح كده. ادي عندك هنا خدنا اكتر من 50% من الكونتراكشن، وحسب بقى ايه الريسك اللي موجود معانا. يبقى دي اكتر من 50% من الكونتراكشن بس حسب الريسك اللي هيكون موجود. يعني دي ممكن تمشي سسبيشال سي تي جي وممكن تمشي باثولوجيكال سي تي جي اكوردنج للريسك اللي موجود. دكتور صوت معلش، هي الفاريابيلتي دي ديكريز ولا نورمال؟ الايه؟ الفاريابيلتي ديكريز ولا نورمال؟ الفاريابيلتي نورمال هنا. اه انت لو حسبتها يعني خدي كده ادي الفاريابيلتي من هنا لهنا اهو هتلاقيها بالظبط يعني ماشي. احنا عندنا من كام ال كام ده 60 فهي نورمال فاريبل نورمال فاريبل. تمام contraction 3 per 10 yes yes baseline variability تقريبا area free of contraction يعني تقريبا 130 برافو صح ممتاز. acceleration تقريبا خليك من variability انا هقول لك سين يعني مش فكره كتير معاك. انا variability عباره ايه؟ الفاريبلتي تقريبا من 100 يعني نورمال يس بس في ديسيلريشن والديسيلريشن ريت نعم ديسيلريشن بريزنت اوكي وات ذا تايب اوف ديسيلريشن ومع الكونتراكشن مع الكونتراكشن ليت بس دي ليت يعني دي مع دي كده دي مع الكونتراكشن دي كده بعد الكونتراكشن بعد الكونتراكشن طب ودي؟ ليه برضه؟ لا دي دي مع طيب ودي؟ دي مع حلو قوي. احنا قلنا يعني طيب الأونس تفتكر قد ايه هنا بقى؟ الأونس بتاعها الآن يعني مع الكونتراكشن الانست الانست بتاعها ابرابت اور جراديوال يعني دي فاريبل يا دكتور صلاح دي فاريبل ديسيليريشن. احنا قلنا بقى الفاريبل دي ما بطلعش على الكونتراكشنز انا ما بطلعش على الكونتراكشنز خالص مش هتفرق معايا ما دام هي ابرابت ديسيليريشن اه يعني هي ما دام ابرابت
يعني اقل من 30 سكند، فهتلاقيها ممكن تبقى مع، ممكن تبقى قبل، ممكن تبقى بعد the variable deceleration with concerning features. No shouldering. فيها W shape. على W shape. There is no variability within the deceleration. وأكثر من 50% من الكونتراكشن. اه وديليد ريكفر، يعني شوف لكم حاجات كتيرة جدا فيها كل حاجات صراحة. يعني variable deceleration. تمام، بس زي ما اتفقنا less than 30 minutes. فنعتبرها ان ار، one of the ان ار features، فده suspicious features. خلاص، اتمنى تكون كل الامور بدات تبقى كلير في الاستراتيجي. بالنسبه زي ما انا قلت تاني، الحاجات اللي هي ممكن تيجي سنجل بيست انسر في الاستراتيجي بالنسبه لبارت 1 اند بارت 2 از ويل، اللي هو الارقام النورمال، كل النورمال نبقى عارفينه، نورمال بيز لاين 110 تو 160، نورمال فاريبيتي فروم 5 تو 25. الحاجات بالنسبه للديسيلريشنز، ايه الحاجات اللي ممكن تبقى فيها نورمال ديسيلريشن، المفروض ما فيهوش نو ديسيلريشن اور ايري ديسيلريشن اور فاريبل ديسيلريشن ويز نو كونسيرنينج فيتشر فور ذا 90 مينت، ونبقى عارفين بقى الفاريبل يبقى ايه والايه والاب نورمال يبقى ايه. تمام، الحاجه الثانيه في ال في الحاجات اللي ممكن تيجي سنجل بيست انسر، موضوع الريكورد ده نحتفظ بيه لحد امتى؟ في الوضع الطبيعي اب تو 25 years. لو في اي ادفيرس اوت كم على البيبي فور indefinitely بيريود، على طول فور ايفر موجود. خلاص؟ ايه تاني كسنجل بيست انسر ممكن يجي؟ بعد كده بقى كالاسئله السيناريوز بقى دي تبقى موست كومن للي بارت 2، ان ممكن يجي سيناريو في الليبر بيبقى احيانا خمس ست سيناريوز يعني حسب حظكم في الامتحان، ويبقى في كذا سي تي جي موجود. يا اما هجيب سي تي جي ويقول لك والله السيناريو دوت وعمله سي تي جي، وهو يعمل انتربريتيه للسي تي جي بتقول كذا كذا كذا، وبناء على الفهم للسيناريو والانتربري اللي هو اوريدي معطوه لك هنختار الاجابه المظبوطه، او بيدي السي تي جي الرسمه مع السيناريو. برضو في النهايه احنا لازم نمشي ستيب باي ستيب، لازم نكون اوفر اول امبريشن بناء على فيتشرز اللي احنا جمعنا الفيتشرز دي وحضرنا منها او شخصنا بيها الكاتيجورايزيشن. قلنا الفيتشرز غير الكاتيجوري، فيتشرز اما نورمال يا ري اشورينج يا نان ري اشورينج اور abnormal. بناء على الفيتشرز دي انا بحدد ده هو سيتي ده نورمال، يعني all the features are reassuring or suspicious. Only one of the features is only one non-reassuring and the two other reassuring is called suspicious. Of only one abnormal or two non-reassuring it is called pathological CTG. Pathological CTG is an urgent case، محتاجين نعمل review الكيس، نقول فور هيلب وسيني الاوكسيتريشن سيني المدوايف، رول اوت اكيوت ايفنت ان ذا فورم اوف امبيريكال كورد كولابس ابرابشو بلاسنتي رابشر يوترس. بمناسبه الرابشر يوترس، احنا السي تي جي اب نورمال في الرابشر ان انسنس اوف اب نورمال سي تي جي وذ رابشر يوترس قد ايه؟ رقم كام الانسنس؟ اب تو كام يعني اب تو الانسنس قد ايه؟ في الرابشر يوترس يجيني نورم اب نورمال سي تي جي نسبة عالية أكيد كلهم. لا، about from 60 to 80% of the cases of rupture uterus will be presented by abnormal CTG. خلاص؟ فا after rule out the acute event المفروض إن نشوف الـ لو في cause طبعا بن manage the cause. ما عنديش cause واضح إن أنا بعمل fetal scalp stimulation and then monitor the outcome of fetal scalp stimulation, the reactive or not reactive. If not reactive means there is acceleration. If there is no acceleration after fetal scalp stimulation, go ahead with fetal blood sample. Okay? If it is appropriate, مهم جدا نقول الكلمة if it is appropriate. What is the aim? The aim is exhibiting the pairs. عشان كده ممكن تلاقي سيناريو، قال لك سيناريو مش عارف ايه، كله سيناريو فيه مشاكل الدنيا كلها. ماشي، وابنورمال سي تي جي ومش عارف وايه كلام من، لكن انا عندي فولي دايليتد بيشنت وعندي الستيشن بدات تبقى من زيرو اند بلس
زيرو بلس، يبقى على طول تختاروا الاوبشن بتاع الانسترومنتال ديليفري. ليه؟ لان هو ديفينتلي اسرع من ان انا اعمل كات 1 سيزيرس. اي هوب ان تكون يعني السي تي جي بقى كلير لكل الشباب، فما حدش يتخض من الرسمه، كل اللي فيه امشي ستيب باي ستيب وفكر في السيناريو، هتلاقي ان شاء الله كل الامور ماشيه سليمه كويس جدا. الحته اللي انا بركز عليها تاني موضوع ان ما نربطش الديسلريشن بس بالتوري كونتراكشن، لان لو ربطت بالتوري كونتراكشن فور اكزامبل الحاله اللي قدامك دي، طب ما في حالات اهوت ممكن تقول ده اير ديسلريشن خلاص، واير ديسلريشن دي جود ديسلريشن ونورمال سي تي جي ماشي. فلازم ان انا اشوف الانست هو جراديوال انست اور ابرابت، مهم جدا جراديوال انست، هنا يبقى اير ديسلريشن اور ليت ديسلريشن، ايه اللي يعني ميرور لايك ليت ديسليشن افتر كونتراكشنز ابرابت، خلاص يبقى ده مش محتاج ان انا ابص على الكونتراكشن ده فاريبل، فاريبل مينز ممكن تبقى بوست كونتراكشن افتر كونتراكشنز نو ريليشن تو كونتراكشنز، فدي اسمها فاريبل ديسليشن اند ذا موست كومن فورم اوف ديسليشن. انذر سنجل بيست انسر، ذا موست كومن فورم اوف ديسليشن في لونج ليبر از فاريبل ديسليشن. ذا موست دينجرس بارامتر اوف ذا فيتشرز of the CTG is variability. Why? Because variability it reflects the integrity of the CNS. Decreased variability it is dangerous. Marked variability it is dangerous. The normal variability from 5 to 25. Okay, واضح يا شباب؟ نعم؟ جزاكم الله خيرا. الله يكرمك يا الله يكرمك الله يبارك. طيب احنا ان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض الباقي التوبكس اللي انا مطلوبه مني معاكم باذن الرحمن. وطبعا انا اسف على الفتره اللي انقطعتها دي، ولكن طبعا كنت سايب يعني كان باقي الاساتذه زيتي يعني اللي معاكم بتستفيدي منهم احسن طبعا اكيد. وكان كل واحد طبعا مطلوب منه التوبكس، فكل واحد بيحاول يخلص التوبكس بتاعه. ان شاء الله المحاضره اللي جايه انا مش عارف، انا بالنسبه لي ممكن يوم السبت بكره فاضي ما عنديش مشكله، بس مش عارف ايه ظروفكم، لان المحاضره الجايه انا كنت شيرت التو جايد لاينز اللي هو 37A اند 37B اللي هم الثرومبوزس ريديوس الريسك اوف ثرومبوزس اند تي تي اي بروفيلاكسيس. يعني شوف يا جماعه الدكتور خروت، نعم حد عندنا دكتور محمد؟ لا بكره ما عندناش حاجه. طب يعني انتوا ريدي ان ناخد بكره المحاضره، بس بشرط لو هتقدروا تقروا الجايد لاينز اللي هي 37A و37. ليه انا بقول تقروهم ومش تقروهم وبس؟ انت تعملوا برنت اوت للالجوريزمز للتيبلز اللي موجوده في التو جايد لاينز، مش مجرد تنزلوا المحاضره، لا تعملوا برنت اوت للتيبلز اللي موجوده بتاع الريسك فاكتور بتاع السكورز وبتاع البلمونري امبوليزم، اي تيبل موجود بتاع الانتي كوجولانت لازم يبقى ده برينتد اوت معاك. ليه برينتد اوت؟ لان المحاضره دي يا جماعه بالذات اللي هي بتاع بي تي اي بروفيلاكسيس، اولا في اتليست في الاكزام يبقى فروم 5 تو 7 كويستشنز خاص بالبي تي اي وخاص بالانتي كوجولانت، دول مضمونين في ايدك مضمونين. ولو قعدت لمده سنه تذاكروا البي تي اي بدون ما تتدربوا على براكتس بسيناريوز مش هتجاوب السؤال في الاكزام صح اطلاقا. ليه؟ لان في الاكزام انت بتبقى كونفيوز بالستريس بتاع الاكزام، وده طبعا يعني اي واحد فينا بيبقى كده مش انتوا بس، يعني اي حد بيبقى كونفيوز في الاكزام، لو المعلومه في الامور دي مش كلير هتجاوبها غلط. طب مهما تكون فاهم برضو جايد لاين وما حلتش سيناريوز براكتس مش هنعرف نجاوب الاسئله. فلو انتوا ريدي لبكره تطبعوا التيبلز دي، انا هخش اشرح التيبلز وعلى طول الاسئله هتبقى موجوده سيناريوز، هنطبق السيناريو على الجايد لاين اللي موجود. ليه اخترنا دي؟ نطلعها من الالجوريزم. ليه اخترنا السؤال ده؟ من الالجوريزم. بمالتيبل سيناريوز هتلاقي ان شاء الله الموضوع بقى سو ايزي، لان زي ما بقول ده في الامتحان فروم 5 تو 7 كويستشنز بيبقى اتليست 3 كويستشنز اي ام كيو على البي تي اي بروفيلاكسيس، ضيف عليهم ثلاثة لأربع كويستشنز سنجل بيست أنسر على الأنتي كواجولانت على سام انسنس وهكذا. فدي حاجة مضمونة، يعني زي ما احنا قلنا قبل كده الهيدك
زي ما قلنا موضوع الفيرتيليتي يعني. فهتلاقوا في حاجات كده توبكس في الاكزام هوت توبكس فيكس في كل امتحان يجيبوا منها. فموضوع الفي تي اي ده موضوع في منتهى الاهميه، عايزين ان شاء الله يعني نطلع من المحاضره فاهمين ازاي اجاوب السؤال، سواء كان جي ام كيو سواء كان جي سنجل بيست انسر وكفر اللي يجي، يبقى احنا عارفين ان احنا نجاوب السؤال ازاي. فلو انتوا ريدي بكره انا فاضي، مش جاهزين بكره مفيش اي مشكله في اي وقت خلال الاسبوع ده ان شاء الله. احنا هناخد بقى التوب زي ما اتفقنا، بس انا هبدا بالبي تي اي ده من ضمن المواضيع المهمه جدا لازم ان شاء الله نبقى فاهمينها كويس. اوكي بكره ان شاء الله يعني باي ساعه اللي يريحكم، انا ما عنديش اي مشكله بقى. انا بكره يعني عندي فاضي يوم اجازه عندي يعني تقريبا بعد الخمسة بتوقيت السعوديه. انا تقول براحتكم انتوا حددوا الوقت مع بعض، انتوا يعني لو انتوا الوقت اللي يريحكم انا جاهز، اكتبوا لي على الجروب. احنا مثلا الصبح الظهر الساعه 5 الساعه 6 وطفر، بس بلغوني بس النهارده ان شاء الله الرحمن. أو إذا ممكن دكتور تبعث لنا البرزنتيشن. أنا لا لا بتاع سي تي جي التو جايد لاين بتاع سي تي جي. أوكي حاضر. أوكي ماشي، بس بلغوني بالله النهارده يعني عشان بس أبقى عامل حسابي إن أنا هنشتغل بكره الفي تي إي ولا مش هنشتغل بكره. ماشي ماشي، يعني عندك السبت فاضي ويوم في تاني، بس انا مش عايز اجيها يوم الجمعه، انا عايز اخد يوم الجمعه اخد موضوع تاني. يعني يوم الجمعه ان شاء الله عايزين نتكلم على الكارديو كولابس، الماتيرنال كولابس. اوكي برضو انذر فيري امبورتنت هوت توبكس، ونقول ايه الاسئله اللي ممكن تيجي فيه ان شاء الله باذن الله، ونخلص الجزء بتاع الريسسيتيشن. يبقى الساعة 5 كويس، يعني لو كده كويس مع حضرتك مفيش مشكلة. بكرة الساعة 5 في توقيت السعودية ولا مصر؟ يعني 4 يعني توقيت السعودية ولا توقيت مصر؟ 5 بتوقيت السعودية، 5 بتوقيت السعودية، المغرب على 6:30. اه ماشي، ممكن نشتغل ساعة ونص قبل المغرب وناخد بريك 5 ساعات قبل المغرب. اوكي خلاص ما فيش اي مشاكل، بس بليز تعملوا برينت اوت للتيبلز اللي موجوده في التو جايد لاينز ان شاء الله تبقى معاكم كده، عشان كل سؤال اقول لك طب شو اخترت صح ازاي او غلط ازاي، بناء بصوا على الجايد لاينز وفهمنا للتيبلز، لان الاكزامز الاسئله بتيجي من التيبلز 90% منها. نادر يعني ما يجيب حاجه كده انسنس تكون غريبه شويه مثلا وسط الجايد لاينز، مش دي القصة يعني القصة، لكن كل الحاجات اللي في الالجوريزم والتيبلز منتهى الأهمية كمواضع للأسئلة. خلاص ميعادنا إن شاء الله الساعة 5 بكرة إن شاء الله. نبلغ بقى ولايا إنك تكلمنا الساعة 5 يعني الساعة 4 بتوقيت القاهرة، عشان بس ما نلخبطش الناس، إحنا نقول 4 بتوقيت القاهرة عشان نبقى الميعاد خلاص. يلا كلكم طيبين وان شاء الله بالنجاح باذن الرحمن للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. يلا نستودعكم الله. شكرا.